بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة النهاردة أصدر النادي الأهلي بيانا جاء نصه كالتالي: النادي الأهلي يحرص دائما على إعلاء المصلحة العامة والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لا سيما اتحاد الكرة ولجانه، بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية حتى وإن وقع عليه الضرر، حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والمتكررة، وآخرها ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء وحكم الفيديو المساعد. هذه الأخطاء طبعا التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية. لذا يود النادي التأكيد على النقاط التالية: أولا، التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لاعبو النادي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين، أيا كانت هوية بطولة الدوري هذا الموسم. فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي، وكأس مصر في الموسم الماضي، ودوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2019-2020، والسوبر الإفريقي 2019-2020، ودوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي موسم 2020-2021، بالإضافة إلى أنهم يستعدون للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي في قطر سبتمبر المقبل، وكأس العالم للأندية التي ستقام باليابان ديسمبر القادم. ثانيا، لم نجد تفسيرا لتكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات النادي الأهلي على وجه التحديد التي أفقدت الفريق 15 نقطة في سباق الدوري، وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة. ثالثا، قمنا بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة وحذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، وتلقينا وعودا بتطوير منظومة التحكيم. ورغم كل هذا، ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الأفريقية، لم تتوقف عند هذه الأخطاء، وأثرنا التحمل فوق الطاقة حرصا على نجاح واستكمال المسابقة، وحتى لا يتشتت تفكير لاعبينا بمثل هذه الأمور، خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وذهني غير مسبوق بسبب ضغط المباريات، وهو أمر لن نقبل به مرة أخرى، خاصة أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداعي أهم، وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بالألقاب القارية. رابعا، إزاء ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات النادي الأهلي، فإن النادي ينتظر رد اتحاد كرة القدم بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات النادي الأهلي في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر، على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة، وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف. ده كان بيان النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين، وأنا هتكلم في الموضوع على طول، وهتكلم في نقطتين مهمين جدا: أخطائي أنا كنادي أهلي، سواء كانت أخطاء فنية أو إدارية أو جوه الملعب أو بره الملعب أو حتى من جمهوري، أنا قادر إن أنا أحلها. أخطاء النادي الأهلي، النادي الأهلي قادر إن هو يحلها، وأثبتت المواقف على مر السنوات من 1907 وحتى الآن أن النادي الأهلي دائما قادر على إصلاح أخطائه. أخطائي أنا كمجلس، يعني الناس في مجلس إدارة النادي الأهلي بيعملوا إيه؟ بيقعدوا يشوفوا أخطائهم إيه وبيصلحوها، علشان هم عايزين مصلحة البلد ومصلحة النادي. خلاص؟ طيب، ولكن أخطاء الآخرين أنا ذنبي فيها إيه؟ وأنا أعمل فيها إيه؟ أنا بطلع بيان كل يوم، أنا كنادي أهلي بطلع بيان كل ما يحدث أمر مشين بطلع بيان عنه. هو ليه حضرتك دايما بتوديني في الاتجاه ده؟ هو ليه دايما أخطائي للمرة المليون؟ أخطاء أنا قادر إن أنا أحلها. النادي الأهلي قادر بكل مجالس إدارته،
بجمهور في ظهره، بلاعبين على اعلى مستوى، بجهاز فني على اعلى مستوى، قادر ان هو يحل كل المشاكل اللي عنده. ولكن مشاكل اتحاد كره القدم هعمل فيها ايه؟ مشاكل لجنه الحكام انا هعمل فيها ايه؟ مشاكل لجنه المسابقات انا هعمل فيها ايه؟ انا كنادي اهلي اثرت مصلحه البلد، وده الطبيعي بالمناسبه، ده الطبيعي جدا ان النادي الاهلي اهم حاجه بلده، اهم حاجه بلده. وبالتالي هل حضرتك بتعاقبني علشان انا بحب بلدي؟ دي حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. ده اولا. ثانيا، انا الحقيقه برضو قبل ما اقول ثانيا، انا عايز ابارك لكل اللي في المنظومه الرياضيه، انا بحاول انتقي الكلام الحقيقه، انا ببارك لكل اللي في المنظومه الرياضيه عايزين يوقفوا مسيره النادي الاهلي، ببارك لهم. ببارك لهم. عارفين ليه؟ لان حضراتكم عايزين توقفوا مسيره مؤسسه في البلد ناجحه، مؤسسه بتعمل كل حاجه بطريقه مؤسسيه بناء على سياسه عامه للبلد. حضراتكم مبسوطين، وطبعا ده كله لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، منهم مسؤولين، مسؤولين في الرياضه المصريه. هو ليه حضراتكم بتعملوا كده؟ ليه قبل المباراه بيوم، قبل المباراه بيوم، بس انا ما بحبش اكرر الفيديوهات، كنت ممكن اوري حضراتكم انا قلت ايه. انا قلت بالكلمه كده، يا جماعه من فضل حضراتكم حكم ساحه ولا حكم مساعد تقنيه الفار، من فضل حضرتك لو لقيت حاجه انده على الحكم وقول له، انده على الحكم وقول له يا اخي هي ايه المشكله وانت حكم الساحه؟ هو حضرتك جاي تستعرض؟ وحكم الساحه ده جاي يستعرض في اي ماتش تاني 10 دقايق يقف عشان الفار؟ 10 دقايق يقف يا عم، 5 دقايق، 3 دقايق، وكل شويه فار، وكلوزات من الجنب وكلوزات من فوق، وشعرك حلو وشعرك جميل، وحاجات لطيفه جدا بنسمعها. يعني هو كره زي بتاعه امبارح دي، حضرتك ليه ما رجعتش للحكم المساعد في تقنيه الفار كابتن محمود بسيوني؟ حضرتك ليه ما ندهتش على كابتن ابراهيم نور الدين وسالته؟ ولا قلت له تعالى يا اخي اتفرج على يا اخي، حتى لو انت شايفها مش جول، كره مثار جدل ومثار شك، وقف المباراه وشوفها، يمكن يكون عندك حاجه غلط، يمكن، معرفش. لكن بهذا المنظر ده ما عدتش 10 ثواني، ما قعدتش 10 ثواني وتقرر تاخده، يلا العب العب، يلا كمل كمل بقى، يلا اهو اتفضل حضرتك. بص اقسم بالله ما قعدت 10 ثواني، 15 ثانيه بالكتير، الكوره 10 15 ثانيه، هدف صحيح 100% بيتم الغائه حضرتك. بالمناسبه، بالمناسبه بص حضرتك، لا ما قعدش 10 ثواني كابتن ابراهيم نور الدين كمان، وانا بستغرب جدا جدا. هو انا ليه بستغرب؟ مع احترامنا طبعا لاشخاص الحكام، كلهم حكام على دماغنا وكلهم حكام كبار وكل حاجه، ولكن انا سؤالي لحضرتك يا كابتن ابراهيم، انا جيت قعدت النهارده طول النهار قاعد بتفرج على كابتن ابراهيم نور الدين المباريات السابقه، لما بتيجي حاجه فيها في ار بيعمل ايه؟ كابتن ابراهيم بيقف ويصفر ويستنى ويقول للحكم يلا وريني، ويروح يشوف ويرجع وياخد قراره بالراحه. ايه اللي حصل امبارح؟ ايه اللي حصل امبارح؟ على فكره ما هي كانت ممكن تخش جون ويخش فينا جونين والاهلي يتغلب. انا ما عنديش مشكله بالمناسبه، وانا مش طالع ابرر، انا مش طالع ابرر، ولا النادي الاهلي عمره ما بيبرر. النادي الاهلي لما بيتكلم بيتكلم حفظا للحقوق، ما بيتكلمش عشان يبرر. عندنا اخطاء فنيه واخطاء اداريه واخطاء جوه الملعب واخطاء بره الملعب، ولكن في النهايه وبعدين اخطائي، انا بدات بالكلمه دي في الاول، اخطائي انا قادر ان انا احلها حضرتك، لكن الاخطاء اللي حضراتكم بتعملوها دي وكل ماتش سواء كسبان او خسران او متعادل، ما يروح الدوري، ما عنديش مشكله ان الدوري يروح بالمناسبه، ما فيش اي مشكله خالص ان الدوري يروح، مع ان لسه في ثلاث، انا لسه هتكلم في النقطه دي بعدين، ولكن يا اخي يروح بعداله، يروح بعداله تحكيميه. ده انا قبل الماتش بيوم باقل من 24 ساعه نبحت صوتي من فضلكم العداله التحكيميه، بس مش عايز حاجه تانية. انا قلت كده على الهوا في قناه النادي الاهلي، قلت على الهوا يا جماعه لو جيب لنتي على النادي الاهلي وهي ركله جزاء صحيحه احسبها، احسبها يا اخي، ما عنديش مشكله،
احسبها يا كابتن، انا اسف ما عنديش مشكله، لكن حضرتك هدف صحيح 100%، هدف صحيح 100%. الاجوان الصحيحه بالمناسبه بتروح تبص عليها كده تشوف وتقف بالعشر دقايق وبالخمس دقايق. ليه امبارح؟ وده عتاب كبير جدا لكابتن ابراهيم نور الدين، يا كابتن احنا مش جايين نشوف شعرنا كويس ولا جايين نعمل كذا ولا جايين نعمل ولا نستعرض على الناس، احنا جايين نحكم مباراه، حضرتك قاضي عادل جوه الملعب. يجب ان يكون هناك عداله تحكيميه. سينما بنصور فيلم. مش كده يا جماعه والله. الامور بتتاخد ابسط من كده بكتير. انا كمشجع اهلاوي، سيبك من ان انا مذيع وبطلع في قناه، سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده خالص. انا كمشجع اهلاوي كل اللي انا عايزه، كل اللي انا عايزه عداله فقط، عداله تحكيميه. مش عايز حاجه تانية، والله ما عايز حاجه تانية. كمشجع اهلاوي انا عايز العدالات التحكيميه. لو اتغلبت، بالمناسبه النادي الاهلي، انا كنت بلعب ساعتها في النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي تعادل مع النادي الاهلي 4-4 في 2002. في 2002 تعادل النادي الاسماعيلي، الاستاد كان مليان، ثلاث ارباعه جمهور النادي الاهلي وربعه جمهور النادي الاسماعيلي. خلاص، عمري ما انسى، عمري ما انسى ان بعد المباراه، بعد المباراه على طول، والنادي الاهلي تعادل ساعتها مع النادي الاسماعيلي، واقترب الدوري من النادي الاسماعيلي، والاسماعيلي خد الدوري في الموسم ده. عمري ما انسى ان جمهور الاهلي سقف لكل لعيبه الاسماعيلي وسقف لجمهور النادي الاسماعيلي بعد المباراه او بعد نهايه الدوري. لما الاسماعيلي خد الدوري كان كل اهلاوي يشوفني، انا كنت بلعب في الاسماعيلي ساعتها، يقول لي بصراحه انتوا تستحقوا، هو ده الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هو ده اسلوب النادي الاهلي في الكلام. النادي الاهلي ما عندوش مشكله ان هو يخسر دوري، مش قصدي ما عندوش مشكله، ولكن في النهايه اذا ما كنتش استحق ان انا اخد الدوري ما عنديش مشكله، عندي اخطاء بحاول احلها وبحاول اظبطها عشان الست سبع سنين اللي جايين. ولكن حضرتك في نفس الوقت وفي نفس التوقيت اللي بيحصل ده، ارجع تاني ل 2004 واقول لك ان كل الناس كانت بتسقف لجمهور لعيبه النادي الاسماعيلي والجمهور النادي الاسماعيلي. كنت بلعب في حرس، انا اسف ان انا بقول حاجه تخصني ولكن انا شفتها بعينيا، حرس الحدود بيلعب النادي الاهلي في نهائي كاس مصر، وحرس الحدود كسب النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي وقف سقف لفريق حرس الحدود والكابتن طارق العشري، وفي شهود على هذا الكلام سواء في 2002 4-4 او في كاس مصر في 2008 او 9 مع حرس الحدود. هو ده جمهور النادي الاهلي، هي دي عقليه جمهور النادي الاهلي، ان هو شايف ان الفريق الاخر يستحق، ما عنديش مشكله اكسب وخد الدوري، ما عنديش مشكله خالص. انا عندي 42 دوري والله العظيم، 42 دوري انا خدتهم كنادي اهلي. طبعا انا ممكن اروح اقعد على الكاوتش، على الكنبه دي، واحط رجل على رجل وافضل قاعد 10 سنين، 10 سنين، وبعدين اقول لهم هو الدوري ايه اللي حصل فيه، هفضل انا 42، واللي بعدية لو خد ال 10 سنين هيبقى هو 23. ففرق كبير قوي، ولا 22، فرق كبير قوي. بقول لك هروح اقعد على الكنبه واشرب شاي واعمل وهزر واضحك وارجع بعد 10 سنين؟ هتفضل نفس الموضوع، وهيفضل الفرق كبير جدا. فانا مش فارق معايا قصه الدوري، انا فارق معايا ان يحصل العداله التحكيميه. عداله تحكيميه في كل المباريات بالمناسبه، ولكن اللي بيحصل في النادي الاهلي ومن التحكيم في مصر ضد النادي الاهلي، اعتقد ان ده شيء واضح جدا ان الحكام المصريين عندهم اخطاء مع النادي الاهلي بس. ما بتبانش غير مع النادي الاهلي بس. الفار يشوف اخطاء النادي الاهلي، الفار يجري على اخطاء النادي الاهلي، الحكم الساحه في خمس ثواني، في 10 ثواني، كره زي دي. انا راضي ربنا وراضي ضمير الناس كلها. انا راضي ربنا وبسال ضمير الناس كلها. يا جماعه كره زي دي ما تتاخدش فيها دقيقتين، الحكم يروح يشوف الكره. طيب كره زي دي، الكرة زي دي، نفس الكرة اهي بالظبط، هنا الناحية التانية أهلي واتحاد، ده كان أحمد فتحي
واتطرد في كره زي دي وضرب جزاء على الاهلي كابتن ابراهيم نور الدين، وهنا ما حسبش حاجه، هنا ما حسبش حاجه. الكره اللي على اليمين دي بتاعت احمد فتحي قعد فيها 7-8 دقايق عشان يشوف الفار. ده في الكره دي اللي هي اللي على اليمين بتاعت اجايه دي اللي في اخر ثانيه ما رجعش للفار اصلا، اصلا ما راحش للفار يشوف الكره دي فيها حاجه ولا ما فيهاش، مين رافع رجله، مين عامل كذا، مين متاع، ما حدش راح ولا حد بص ولا حد قال ايه ده يا جماعه. مش يعني بجد والله انا ما عنديش مشكله خالص خالص، وجمهور النادي الاهلي زي ما انا اديت لحضرتك مثل حي حصل في 2002 وفي 2009، هو ده جمهور النادي الاهلي بالمناسبه، هيحييك ويقول لك انت عملت ماتش كويس وتستحق الدوري لو انت عايز تاخده، لو انت خدته يعني اي حد، انا بتكلم بشكل عام. لكن هنفضل نعمل كده وكل ماتش الحكم يجي ويخسرني نقطتين او يخسرني على حسب بيان النادي الاهلي 15 نقطه، 15 نقطه فقدهم النادي الاهلي في مبارياته خلال الفتره. تخيل بقى لو النادي الاهلي دلوقتي 15 نقطه زائد ال 69 نقطه اللي عنده كان وصل لكام؟ كان الدوري خلص من زمان. وفي النهايه النادي الاهلي لا يبرر شيء، لا يبرر شيء. خدوا بال حضراتكم الكلام ده كويس جدا، الكلام ده انا عارف ان في ناس كتيره قاعده من بعض من لا يشجع النادي الاهلي قاعدين بيتفرجوا. النادي الاهلي لا يبرر، النادي الاهلي بيحافظ على حقوق لاعبيه وبيحافظ على حقوق اسم النادي الاهلي. يا اخي ما عنديش مشكله ان انا اخسر لا قدر الله يعني. النهارده بالمناسبه انا بروح وباجي اسكندريه اليومين دول كتير، فدخلت بنزينه، قعدت في بنزينه بريح. فالبنزينه فيها حوالي 10 عمال، فجم يقعدوا معايا ويتكلموا عن المباراه وكذا وكذا وكذا، وكالعاده طبعا 7 عمال من العشرة جم وقفوا معايا ويا كابتن والاهلي وهنعمل وهنخلي واحنا في ظهر الفرقه واحنا 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 واحنا. وتلات عمال، واحد عرفت ان هو ملوش في الكوره، ما بيحبش يتفرج على الكوره، واثنين ما بيشجعوش النادي الاهلي. اثنين ما بيشجعوش النادي الاهلي، والسبعه الباقيين بيشجعوا النادي الاهلي. هي دي النسبه بالمناسبه، هي دي النسبه اللي انا بتكلم عنها. ف السبعه طبعا احنا في ظهر الفرقه وما تقلقوش، واحنا عايزين نكرم الفريق خلال الفتره اللي جايه كمان. عايزين نكرم تخيل حضرتك الكلمه دي جت في دماغي، وبصراحه وانا هتكلم عليها لسه كمان شويه. هذا الفريق يستحق بالفعل فعلا التكريم على كل البطولات اللي خدها هذا الموسم. وهقول ليه وبالدليل. هقول ليه وبالدليل، انا ما بتكلمش وخلاص. فالسبعه ادوني طاقه ايجابيه كبيره جدا جدا جدا. هو ده جمهور النادي الاهلي. قول للعيبه يا كابتن ما يهمكوش، احنا عارفين ان انتوا عملتوا مباريات كبيره جدا هذا الموسم، عارفين ان انتوا. تخيل حضرتك ان الشباب اللي كان معايا ده وهو مضغوط وفي شغله وفي الحر وساعات جوه في الحر وساعات جوه في التكييف وبره في الحر، حضرتك مركز مع النادي الاهلي وبيقول للعيبه احنا في ظهركم ما تقلقوش لسه 3 مباريات. انت مجنون يا عم اسلام، لسه 3 مباريات ايه؟ ايوه لسه 3، ما حدش عارف كره القدم فيها ايه. انا لا ايأس، مش انا بس، كل جمهور النادي الاهلي وكل لعيبه النادي الاهلي لا تيأس ابدا، حتى لو كانوا تحت ضغط بدني كبير جدا، تحت ضغط بدني كبير جدا. السبع شباب دول ادوني طاقه ايجابيه كبيره جدا جدا ان انا اجي واقول كلامهم. حد من الاثنين اللي ما بيشجعوش من الشباب اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي قال لي هو انتوا عايزين تاخدوا كل حاجه؟ سيبوا لنا حاجه. فبصيت له وضحكت، بصيت له وضحكت وقلت خلاص اوكي انت حر، كل واحد عايز يقول اللي هو عايزه حر. انا يعني في اي حاجه انا بضحك ما عنديش مشكله، لانه الجمهور له حق على كل واحد فينا. فهو ده الفارق ما بين النادي الاهلي وجمهوره وما بين اي حد تاني. اللي بيحصل ده كله، كل اللي بيحصل ده، خلي بال حضرتك السنه الجايه او بعد انتهاء هذا الموسم اللي لسه لم ينتهي واللي لسه فيه 9 نقاط والفارق 4 نقاط، انت لسه بتقول الكلام ده يا اسلام؟ ايوه بقوله، ايوه بقوله. ليه؟ انا ما كنتش ناوي اقول هذا الكلام، لكن لما لقيت جمهور النادي الاهلي في ظهر ناديه بهذه الكيفيه وبالطريقه دي بصراحه وبالوعي ده،
لا بصراحه لا، لسه ثلاث مباريات لسه. انا عارف ان اللعيبه تعتبر منتهيه بدنيا، وهوري حضراتكم دلوقتي ليه اللعيبه منتهيه بدنيا، منتهيين بدنيا كلهم بالمناسبه. وده مش عيب في الجهاز الفني ولا عيب في اللاعبين، لا هو ضغط الماتشات كده. ناس مسافره اليابان، والساعه البيولوجيه ما بين اليابان ومصر او الفرق الساعات ما بين اليابان ومصر 9 ساعات. حضرتك عارف ان اليوم الساعه الواحده في موضوع الساعه البيولوجيه ده محتاج يوم عشان تعمل ريكفري لنفسك تاني ولحياتك الطبيعيه. فممكن حضرتك بتكون بتسافر اسوان مثلا، ده اخرك اسوان، ما بتسافرش بقى اليابان وبتسافر قطر وبتسافر، فممكن ما تبقوش فاهمين الموضوع اللي انا بتكلمه ده بعد ما لا يشجع النادي الاهلي طبعا، لان طبعا انت في الاخر هنا مفيش مشكله خالص. فالحقيقه الطاقه الايجابيه اللي انا شفتها النهارده من جمهور النادي الاهلي، بالفعل هذا الجمهور يستحق كل تحيه وكل تقدير. وهؤلاء اللاعب، تخيل حضرتك السبع شباب اللي كانوا واقفين معايا والعربيات وانا ماشي في، والله انا ما بكذب، الناس وانا ماشي في الشارع تقول لي كده: يا كابتن اسلام اشكر لنا الفريق، هذا الفريق يستحق التحيه، اشكر لنا موسيماني، هذا الفريق هذا الجهاز الفني يستحق التحيه، اشكر لنا كابتن سيد عبد الحفيظ يستحق التحيه، والنبي ولو شفت بيبو ابقى بسهولنا. كل جمهور النادي الاهلي او معظم الناس اللي انا قابلتها، مش كلهم بيقولوا لي هذا الكلام طبعا، لكن الاغلبيه العظمى من جمهور النادي الاهلي بتقول هذا الكلام. فعلا هو ده النادي الاهلي وهو ده جمهور النادي الاهلي. عمرنا ما بنبص ورانا وبنتعلم دايما من اخطائنا. محدش فينا بيكابر عن الاخطاء، محدش فينا. كابتن سيد عبد الحفيظ طلع قال لك احنا اخطانا فنيا واداريا، اخطانا في كذا في الملعب وبره الملعب في كذا. بيان النادي الاهلي بيقول ان كل اللاعبين يستحقوا التحيه. ليه؟ لان النادي الاهلي قاعد عنده اداره كوره عارفه هي هتعمل ايه الفتره اللي جايه. انا ما اعرفش، بس انا متاكد وثقة جمهور النادي الاهلي كبيرة جدا وفي ادارة كرة القدم في النادي الاهلي. ليه؟ لان انت كنت كل شهرين بطولة، من اغسطس السنة اللي فاتت لغاية اغسطس السنة دي كل شهرين بطولة. انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. كل شهرين حضرتك بتاخد بطولة، دوري وكاس وبطولة افريقيا القاضية ممكن، وبطولة افريقيا العشرة، وبطولة افريقيا سوبر افريقي، ودوري وكاس و وعد زي ما انت عايز تعد، ولسه الدوري ما زال في الملعب. انا بقول هذا الكلام وثقتي كبيره جدا. الثقه دي انت خدتها منين يا اسلام؟ انا خدتها من جمهور النادي الاهلي، الجمهور الواعي اللي عارف ان كل حاجه في الكوره ممكن حتى لو كانت صعبه. هي صعبه مش زي الاول، صعبه جدا كمان، ولكن لا هنفضل ورا فريقنا لغايه اخر لحظه. واحنا عارفين اخطائنا، بالمناسبه احنا عارفين اخطائنا، عارفينها كويس جدا جدا جدا. مش انا، لجنه الكوره او اداره الكوره عارفه الاخطاء اللي موجوده ايه. هل بتكابر لجنه الكوره؟ هل بيكابر سيد عبد الحفيظ؟ لا. بيعملوا ايه؟ يطلعوا يقولوا يا جماعه احنا عندنا اخطاء وهنصلحها. واديكم شفتوا قبل كده من 3 4 سنين لما حصلت اخطاء وطلعنا من بطوله افريقيا في دور الثمانيه، ايه اللي حصل؟ على طول 9 و10 وان شاء الله 11 الدوري، 5 سنين متتاليه بتاخد الدوري ورا بعض بعد اخر دوري اعتقد مين اللي الزمالك اللي خده اعتقد 2014 2015 5 6 سنين ورا بعض. يلا هو ده النادي الاهلي بالمناسبه، هو ده النادي الاهلي وهو ده اسلوب النادي الاهلي. الاهلي الرقم ده اللي انا هقوله حضرتك ممكن تخش على جوجل وتشوفه. النادي الاهلي خلال 16 سنه، خلال 16 سنه ضاع منه دوري واحد، ضاع منه دوري واحد من 2004 2005 لغايه 2021. النادي الاهلي ضاع منه 2014 2015. انا ممكن اقفل الحلقه بقى كده يعني خلاص وامشي، من ايام ما كنت انا لسه بلعب في الاهلي يعني من زمان، انا يعني من فتره طويله الواحد حاسس ان هو بقاله كتير مبطل. انا خلصت وبقالي 11 سنه مع حضراتكم، ولسه الايام اللي جايه اكتر. طب ده كل اللي انت بتقوله ده يعني معناه ايه يا اسلام؟ معناه ان احنا
سنقاتل لغاية كلاعبين طبعا، مش احنا سنقاتل طبعا في ظهر نادينا وفي ظهر لاعبتنا وفي ظهر جهازنا الفني وفي ظهر مجلس ادارتنا وفي ظهر جمهورنا، وضد اي حد، ضد اي حد يتكلم عن النادي الاهلي او يظلم النادي الاهلي، على الرغم من يا جماعة كرة القدم فيها كل شيء. يعني حضرتك لو كنت رحت شفت الفار وحسبت الكرة دي هدف، كان ممكن أحمد سمير مثلا في الكرة اللي الشناوي طلعها كان ممكن يدخلها جول، والماتش يخلص تعادل 1-1 أو مثلا. يعني أنا بتكلم بمنتهى الأريحية مع حضراتكم، مش ده كان ممكن يحصل؟ ولكن كل ما نطالب به هو العدالة. من حق النادي الأهلي استخدام حكام أجانب؟ من حق النادي الأهلي استخدام حكام أجانب طبعا طبعا. هو بعد اللي بيشوفه ده يلعب بحكام مصريين ازاي؟ ازاي طيب ألعب على الرغم من النادي الأهلي من سنتين أو من ثلاث سنين، خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، دعم كامل للتحكيم المصري في كل شيء، في كل شيء، بيانات، مقابلات شخصية، حتى لما تشوف حكم شدوا حيلكوا، كل حاجة دعم كامل للتحكيم المصري، ولكن بهذه الطريقة لا. ده أنا قبل الحلقة، قبل الماتش بتاع الطلائع بيوم، بيوم يعني قبل الماتش ب 24 ساعة، أقل من 24 ساعة، بقول لحضرتك يا حكم الفار لو شفت كورة انده على الحكم وقول له تعالى شوفها، أي كورة ضد أو مع النادي الأهلي. لكن بهذه الطريقة وبهذه الكيفية لا، ما ينفعش اللي بيحصل في منظومة كرة القدم المصرية، لأن النادي الأهلي لن يسكت عن حقه أبدا، ولن يسكت عن حق جمهوره أبدا، ولن يسكت عن حق جهازه الفني ولاعبيه اللي تعبوا واجتهدوا، تعبوا واجتهدوا. طيب خلينا أوري حضراتكم جدول. أنا اخترنا النهاردة إن احنا نوري لحضراتكم جدول من يوم حلو حضراتكم بتحبوه، من يوم 27/11/2020. اشمعنى 27/11؟ 27/11 دي كانت القاضية ممكن، كانت القاضية محمد مجدي قفشة وإحرازه لهدف الفوز في نهائي البطولة الإفريقية التاسعة وخدنا البطولة. طب من 27/11 لغاية أغسطس ايه اللي حصل؟ لعبنا كاس مصر سيمي فاينل وكسبنا الاتحاد 2-1 في السويس. خدوا بال حضراتكم من الكلام والايام، انا الايام ده كان يوم 1/12/2020 و5/12 لعبت النهائي واتعادلت مع طلائع الجيش في المباراه ايجابيا 1-1 وكسبته بركلات الجزاء في برج العرب. خلاص؟ في اربع ايام اهو. الماتش ده يوم 1/12 مع الاتحاد في السويس. فين؟ في السويس. طيب يوم 5/12 بتلاعب نهائي كاس مصر مع طلائع الجيش في برج العرب اللي بعده. بدأنا الدوري الجديد اللي هو الاخراني ده كمل. طيب الدوري المصري ممتاز يوم 13/12/2020 بعد ست ايام من بطولة 27/11 اللي هي التاسعة، البطولة الأفريقية التاسعة للنادي الأهلي. لعبت بعدها بست أيام، الأهلي بيفوز على المقاصة 3-1 يوم 13/12. الماتش ده كان فين بقى؟ في القاهرة. بعديها بخمس أيام الدوري المصري، الأهلي ومحلة، كسبت المحلة 3-0 في القاهرة. الأهلي والاتحاد 4-0 في القاهرة 28/12. الأهلي دجلة في القاهرة. سيراميكا في السويس. خلي بالك احنا في وسط ماتشات الدوري دي الايام، حضرتك مثلا شفت ايه؟ يوم 18 الاهلي بيلعب المحله، بعدها الاهلي سافر افريقيا راح لعب ورجع. ما بتريق يعني، مش من 18 ل 28 انت مريح، لا انت بتلعب في افريقيا. احنا بس عشان ما نلخبطش حضراتكم فبنقول لكم ماتشات الدوري الاول وبعد كده نبقى نخش على الماتشات الافريقيه. وبعد كده بعد افريقيا تخش على كاس العالم للانديه وتخش على السوبر الافريقي وتخش على بقيه مباريات الدوري وهكذا. يعني انت بتلعب 13 و18 و28، من 18 ل 28 ده في مباراه افريقيه راح حضرتك سافرت ورحت لعبتها. يوم واحد رجعت من السفر الاهلي ودجله وتعادل. ده كان في القاهره، سيراميكا والاهلي، الاهلي بيفوز بهدفين مقابل لا شيء يوم 8-1. وبقيه الجدول امام حضراتكم اهو، شوفوا الايام علشان تعرفوا الضغط الكبير اللي كان موجود فيه هؤلاء اللاعبين. اللي بعد كده غير سمين،
بقيه الماتشات طلائع الجيش بتلعبوا في القاهره، الاسماعيلي والاهلي في اسكندريه في برج العرب، وبعدين ماتش خفيف كده مع النصر في كاس مصر كسبت 2-1، بعديها باربع ايام 18، وبعديها بثلاث ايام بتلاعب الزمالك، الاول يوم 18 بتلاعب الزمالك، وبعدين بتلاعب سموحه، وبعدين وهكذا وهكذا وهكذا. انا جايب لحضراتكم الجداول دي عشان تصوروها وتعرفوا قد ايه اللعيبه دي اجتهدت وقد ايه اللعيبه دي بالفعل وصلت لشهر اغسطس وهي منهكه بدنيا. الاهلي في ابريل وفي مايو لعب 10 ماتشات خلال الشهر، لعب 10 ماتشات خلال الشهر، 6-10 4-1 كلها يومين او ثلاثه، يومين او ثلاثه، يومين او ثلاثه، يومين او ثلاثه، وال10 ايام لما يبقى فيه مثلا 18-28 يبقى الاهلي مسافر في الفتره دي. دي ماتشات الدوري. تعال نروح افريقيا، وريني افريقيا. افريقيا راح لعب النادي الاهلي فين؟ في النيجر. فاكرين من 18-28 اهو يوم 23 النادي الاهلي بيلاعب سونيديب من النيجر في النيجر، وبعدين رجع لعب يوم 28 مع فريق في الدوري، وبعدين المباراه الثانيه يوم 5-1 بتاعت سونيديب، وبعدين بقى دوري المجموعات المريخ وفي القاهره ثم تنزانيا ثم بيعود للعب في فيتا كلوب هنا ثم يروح الكونغو وبعدين يجي من الكونغو على السودان. كمل كمل معايا يلا. وبعدين الاهلي بيلعب سيمبا هنا وسان داونز هنا في القاهره، وبعدين يروح سان داونز في دوري ابطال افريقيا، وبعدين يرجع يلاعب الترجي في تونس، وبعدين يروح يلاعب يجي يلعب هنا مع الترجي مره اخرى المباراه الثانيه، ثم النهائي في المغرب. يبقى انت مسافر النيجر ومسافر المغرب ومسافر تونس ومسافر جنوب افريقيا، ده اثناء ايه بقى؟ اثناء الراحات اللي حضراتكم بتشوفوها. وما بين دخل لبال حضراتكم انت رحت لعبت كاس العالم. كاس العالم في الانديه ده كان بيتلعب في فبراير، خلينا نشوف كاس العالم للانديه برضو. كاس العالم للانديه الاهلي والدحيل ده كان في قطر طبعا، وبايرن ميونخ والنادي الاهلي، وكاس العالم للانديه برضو يوم 11، حضرتك بتلعب 4-8-11 وبترجع تلعب ماتشات الدوري عادي خالص، ما عندكش مشكله. يعني حضرتك لعبت دوري ابطال افريقيا، انا بوري حضراتكم بس كميه الماتشات والبطولات اللي خدها النادي الاهلي في هذه الفتره. وفي النص بقى كده حاجه خفيفه خالص، كاس السوبر الافريقي يوم 28/5 مع نهضه بركان. حضراتكم شفتوا كميه المباريات اللي لعبها هؤلاء اللاعبين قد ايه؟ حضراتكم شفتوا ان اللعيبه دي تستحق كل التقدير والاحترام؟ وبعد كده ايه اللي حصل؟ 4 يوم 17، احنا اخر مباراه مع كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا كان يوم 17، وبعدين بقي اللاعبين اللي في النادي الاهلي السته او الاربعه اللي كانوا موجودين سافروا على اليابان، لعبوا يوم 21، وبعدين لعبوا ماتشات المنتخب الاولمبي، وحضرتك افتقدتها هنا، لعبوا 4 ماتشات، حضرتك افتقدت هؤلاء اللاعبين هنا، وبعدين رجعوا كملوا مباريات الدوري تاني. والاربع ماتشات اللي كان بيلعبها المنتخب الاولمبي ايه بقى؟ اسبانيا والارجنتين واستراليا والبرازيل، اتكلم زي ما انت عايز، وكلهم كانوا بيلعبوا. ادي الفريق اللي يستحق بالفعل التكريم. وانا ارجو، وطبعا ده كان واضح في بيان النادي الاهلي، ارجو من مجلس او لجنه الكوره او اداره الكوره في النادي الاهلي ان هي تكرم هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني مهما كانت النتيجه خلال الثلاث مباريات القادمه، لان وانا متاكد ان جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي الحقيقي اللي بيقف ورا لاعبته، 7 شباب اللي انا شفتهم والله ولا واحد فيهم يا جماعه قال لي لا الناس دي ما تستحقش، والله انا باقسم بالله ان الناس دي ولا واحد فيهم، ال7 شباب اللي كانوا واقفين معايا دول ولا واحد فيهم قال لي يا كابتن اسلام يعني زعق لفلان او اعمل لفلان او قول للعيبه كذا خالص، قال لي يا كابتن قول لهم احنا في ظهرهم
وان احنا هنقف معاهم واللي احنا مش هنسيبهم وهنفضل وراهم لغايه اخر نفس. الصوره دي الاحمر فيها بسم الله ما شاء الله، الاحمر فيها كتير قوي قوي، 42 مره سجل ابطال الدوري المصري، 42 مره، 42 مره. ويا عالم ايه اللي هيحصل في الثلاث ماتشات القادمه، هل يستطيع النادي الاهلي ان يفوز ولا لا؟ مش عارفين، هيبان. لكن مره ثانيه ارجو من اداره الكوره في النادي الاهلي ان شاء الله ان يكون هناك بعد نهايه هذا الدوري ان يكون هناك تكريم لكل هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني على كل المجهودات اللي عملوها خلال الفتره السابقه. الحقيقه كل المجهودات عن يا عم اسلام، هو الكلام اللي انت بتقوله ده يعقل؟ عارف ليه حضرتك؟ لانه انا عارف اخطائي كاداره كوره وكجهاز فني وكلاعبين. في لاعبين انا بكلمهم امبارح بعد الماتش، الناس بتعيط بدل الدموع، مش عايز اقول لكم، مش عايز اقول لحضراتكم، بس احنا حاسين يعني لعيبه الكوره يشوفوا الموضوع ده اكتر. انت حاسس ان هم في الملعب الله يكون في عونهم. شفتوا حضراتكم عدد المباريات اللي لعبها لعيبه النادي الاهلي لغايه دلوقتي كام؟ كل الماتشات دي من يوم 27/11 لغايه النهارده بتلعب في 6 بطولات. حضرتك كجمهور النادي الاهلي كل شهرين كنت بتبقى مبسوط، كل شهرين كنت بتبقى مبسوط. ليه؟ لان عندك لعيبه رجاله ولعيبه مقاتله ولعيبه بتستنى وهتنتظر لغايه اخر وقت وهتبذل اقصى مجهود يقدروا يبذلوه. ولكن غياب العداله التحكيميه وغياب المسؤوليه في المنظومه الرياضيه اعتقد ان ده مودينا في حته صعبه جدا جدا جدا. عشان كده النادي الاهلي فاض به الكيل، فاض به الكيل خلال الفتره اللي فاتت. اكتر نادي في مصر، في العالم كله الحقيقه، لكن في مصر بيساند التحكيم المصري، ولكن بهذه الطريقه احنا اسفين جدا، اسفين جدا. مش هقدر انا كل ماتش يا كابتن لو سمحت من فضل حضرتك وعشان خاطرنا ويعني انتوا احسن. وهم بالفعل، انا الغريب بالنسبه لي ان معظم الحكام المصريين دول من افضل الحكام اللي موجودين على الساحه في الوطن العربي، انا متاكد من هذا الكلام. لكن ما اعرفش بيجي في ماتشات النادي الاهلي تحس ان هو يا اما مشدود زياده، في حاجه بتحصل، مش في حاجه مش طبيعيه. مشدود مش اقصد بحاجه مش طبيعيه حاجه تانية، ولكن مش تحس ان هو مشدود، تحس ان هو بيستعرض، تحس ان هو عايز يتنطط على اللعيبه، ما تفهمش فيه ايه. ما ترجع للفار انا اسف، ما ترجع للفار امبارح 5 دقيقة، بلاش 5 دقايق، دقيقة، شوف هل هي، تأكد يا أخي، ارضي ضميرك وارضي ربك. لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر الحقيقة شيء صعب جدا جدا جدا، وإجهاد كبير جدا جدا على لعيبة النادي الأهلي. وللمرة المليون، للمرة المليون، هذه ليست مبررات، هذه ليست مبررات. إحنا اللي عملنا في النادي الأهلي ولاعيبته هم اللي عملوا كده في نفسهم، إحنا اللي عملنا كده في نفسنا، إحنا اللي وصلنا إن ما نقدرش ناخد الدوري 43. هكتفي بالكلام ده الحقيقة، مش هقول كلام تاني. إن إحنا لغاية دلوقتي النادي الآخر هو الأقرب إلى الدوري ب4 نقاط، ولكن هناك 9 نقاط. هننتظر ماذا سيحدث خلال ال3 مباريات القادمة، وانا عارف ان جمهور النادي الاهلي هيفضل في ظهر لاعبيه، وانا عارف ان جمهور النادي الاهلي مقدر تعب اللاعبين، وانا عارف ان جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا ان عندنا جهاز فني جيد جدا، عنده بعض الاخطاء، لاعبين عندهم بعض الاخطاء، كل ده بيتصلح وكل ده بيتظبط، وان شاء الله حضراتكم هتحسوا بده قريب جدا. ازاي قرارات بقى هيتخذها انا ما اعرفش، ما عنديش معلومه. انا ما بتكلمش بلسان مجلس اداره النادي الاهلي او كره القدم في النادي الاهلي، لا، انا بتكلم بناء على وقت عشناه جوه النادي الاهلي كلاعبين وكمحبين لهذا النادي. عارفين ايه اللي بيحصل، عارفين ايه اللي بيحصل. لكن انا بقول لحضراتكم انتظروا القادم خلال الفتره اللي جايه، هتلاقوا حاجات هتتبسطوا حضراتكم بيها جدا جدا. انا ما عنديش معلومه باي حاجه للمره الثانيه اهو، ما عنديش معلومه باي حاجه، ولكن انا عارف طريقة النادي الأهلي وأسلوب النادي الأهلي. أخطائي أنا قادر إن أنا أصلحها، ولكن أخطاء كنتوا هعمل فيها إيه؟ معرفش. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. نتيجه غريبه جدا بالنسبه لي، هي نتيجه غريبه جدا. البنك الاهلي كسبان مصر المقصه 5-2 5-2 في الدقيقه 89 خلاص، وفاضل دقيقه. انا بقول لهم يعني نتائج المباريات النهارده، قالوا لي البنك الاهلي بقت 5-3 5-3 في الدقيقه 90 بقت 5-3. نتيجه غريبه جدا على الرغم من ان المقصه الدور الاول كان كسبان هذا الفريق 1-0، البنك الاهلي 1-0. الدور الثاني كانت النتيجه لغايه من دقيقتين ثلاثه 5-1، او كانت 5-0 كمان، او 4-0 الاول. فالحقيقه ما اعرفش، ده يرجعنا لموضوع كنت اتكلمت فيه مع حضراتكم اول امبارح، هو موضوع الرخص. ايه الرخص؟ الاداره المحترفه في كره القدم، الشركات، هل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ انا الحقيقه مش عايز اظلم نادي ولا عايز اتكلم عن نادي اخر، ولكن في نفس الوقت لما تسمع نتيجه زي دي طبيعي ماشي، ما عنديش مشكله خالص، لكن يعني في حاجات كده الواحد من الصعب ان هو يتكلم عنها خالص خلال هذه الفتره. لكن اتمنى على اللجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم، هم قاعدين لغايه شهر واحد اللي جاي بناء على جواب من الفيفا، من فضل حضراتكم حاولوا تعملوا لنا موضوع الرخص، رخص الانديه المحترفه. النادي الاهلي الوحيد الذي يملك هذه الرخصه لانه ولا عليه فلوس. ها؟ مهم جدا، والموضوع ده انا هفتحه خلال الايام اللي جايه. بنظبط فيه كل مصادرنا علشان نقدر نفتحه بشكل جيد لجمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي ما لهوش فلوس، النادي الاهلي بيعمل شركاته، النادي الاهلي بيعمل كل ما يخص الاداره المحترفه. كل ما يخص الاداره المحترفه النادي الاهلي بيعمله، فتخيل حضرتك انا ليه بتكلم في مباراه او ليه بسال على نتيجه البنك الاهلي؟ ما هو البنك الاهلي هيلاعب نادي الزمالك في المباراه القادمه او اللي بعد القادمه على ما اعتقد، وبالتالي الاسبوع الاخير، وبالتالي هو ضمن البقاء خلاص كده بالثلاث نقاط دول، وهو بيلاعب مين؟ فريق مصر المقاصه اللي عنده مشاكل كبيره جدا خلال هذا الموسم. كل ده وبيلعب بالصف مش الاول ولا الثاني، بيلعب بالصف الثالث في نادي مصر المقاصه، الله يكون في عونهم، عندهم مشاكل ماديه كبيره جدا ومشاكل في الاداره، امور كثيره جدا بتحصل في مصر المقاصه، وثمان لاعبين مقدمين شكاوى في ضد نادي مصر المقاصه، وتغيير مدربين كل شهرين ثلاثه بيتم تغيير مدربين، عندهم مشاكل ماديه كبيره جدا. نتمنى، نادي مصر المقاصه من الانديه الكبيره جدا اللي اثبت نفسه في الدوري المصري، وبالتالي اتمنى الموضوع ده ينتهي، ولكن كل الاخبار اللي احنا بنسمعها وكل النتائج اللي احنا بنشوفها وبنسمعها في النهايه، انا يهمني النادي الاهلي الحقيقه، لانه نادي البنك الاهلي هيلعب ضد نادي الزمالك في اخر مباراه، وبالتالي مفيش دوافع، مباريات وديه. مش انا اللي قلت بالمناسبه، ده المدير الفني لنادي الزمالك هو اللي قال هذا الكلام. طيب خلينا نروح لاخبار النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي ولاعبيه كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول الاهلي لم يحصل على حقه في مباراه طلائع الجيش. الحقيقه اتكلمنا كتير في هذا الامر، ومش عايز بقى اعدد لحضراتكم ال 15 نقطه دول راحوا ازاي. احمد ثابت كان معايا اول امبارح، وانا شايفه امبارح في قناه النادي الاهلي وهو بيتكلم عن ال 15 نقطه ازاي خسرهم النادي الاهلي. الحقيقه كلام كتير جدا وكلام مهم جدا 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 بيتقال في بيان النادي الاهلي، ولكن قبل بس ما اتكلم، اللقطه اللي حضراتكم شايفينها دي كابتن الفريق بيتكلم مع الفريق، اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم، اكيد مستر بيتسو موسيماني اتكلم، ولكن كابتن الفريق ودوره الكبير محمد الشناوي. بصراحه انا عايز احيي كل اللاعبين مره تانيه وثالثه وعشره، انا عايز احيي كل اللاعبين في النادي الاهلي. عندكم اخطاء؟ ايوه عندكم اخطاء، عندكم اخطاء فنيه؟ ايوه عندنا اخطاء فنيه، وعندنا اخطاء اداريه، وعندنا، لكن احنا النادي الاهلي بنعلم نفسنا بنفسنا زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، هو ده اللي بيحصل، وهو ده دايما اسلوب النادي الاهلي، وهي دي دايما طريقه النادي الاهلي، وعشان كده احنا بنزعل وبنبقى من جوانا زعلانين جدا، ولكن يلا اللي بعده هعمل ايه؟ يلا عندي ماتش يوم الجمعه ان شاء الله، وبعد يوم الجمعه عندي الثلاث، وبعد الثلاث عندي الجمعه، بعد كده هبقى هفكر بقى في السوبر الافريقي. انا كنادي اهلي هفكر في السوبر الافريقي بقى، عايز اخد السوبر الافريقي،
وبعد كده نشوفه هل هم جروا الدوري بقى التاني يرجع نلعب ان احنا عايزين ناخد الدوري ان شاء الله كالعاده زي ما النادي الاهلي دايما بيعمل. هذا هو النادي الاهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. طبعا اضاف كابتن سيد عبد الحفيظ ان النادي الاهلي لم يحصل على حقه في مباراه طلائع الجيش، حكم الفار محمود بسيوني سبق ان احتسب ضد الاهلي ضربه جزاء غير صحيحه على الاطلاق. حاجات من دي كتير بقى احنا خلال اليومين اللي فاتوا الحقيقه طوال الوقت بنوري حضراتكم قد ايه النادي الاهلي ظلم في عدد كبير من النقاط. هل ده معناه تبرير للمره المليون؟ نحن لا نبرر الخطا، اخطانا نعرف نصلحها، ولكن هنعمل ايه في اخطاء الغير؟ هي دي المشكله. تدريبات بدنيه واستشفائيه وتقسيمه قويه جدا للاعبين زي ما حضراتكم شايفين كل اللاعبين دي بتبقى التمرين اللي بعد المباراه. طبعا المباراه الماتشات اللي بتتلعب كل 3 ايام دي بتبقى المباريات فيها خفيف، التدريبات فيها خفيفه جدا. وطبعا واضح الحزن على تعادل امس، ودايما التجميعه اللي بنشوفها دي كابتن سيد وبيتسو وسامي وبقيه الجهاز الفني موجودين علشان يتكلموا في اللي جاي وفي المباراه القادمه. عندنا مباراه صعبه ضد النادي المصري الحقيقه اللي بيقدم مستويات رائعه خلال هذا الموسم مع مديره الفني كابتن علي ماهر. كيف ينظر اللاعبين لهذه المباراه؟ انا عايز اكسب. لسه المنافسه في الملعب؟ ايوه لسه المنافسه في الملعب. ايوه لسه المنافسه في الملعب، ولسه هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الثلاث مباريات. محدش عارف يا جماعه ايه اللي ممكن يحصل. كل شويه لازم دايما احنا كجمهور، بقى انا بتكلم هنا كجمهور، احنا كجمهور عايزين دايما لاعبتنا على اتم الاستعداد ان شاء الله ان شاء الله. كره القدم دايما فيها كتير جدا جدا، ولكن طبعا الموضوع بقى اصعب كتير من الاول. يعني لو كانت النسبه الاول 50 50 لا، النسبه دلوقتي 70 30، ولكن لو النسبه 99 لصالح الانديه الاخرى و1% للنادي الاهلي، انا شخصيا وده انا اتعلمته من جمهور النادي الاهلي ان هفضل لغايه اخر لغايه لما النسبه تبقى 100% مش لصالحي او لصالحي. هذه هي كره القدم وهذه هي المنافسه الشريفه في كره القدم. نكمل بقيه التدريبات او بقيه الاخبار اللي عندنا. فحص طبي لمحمد شريف لتحديد موقفه من المشاركة أمام المصري. طبعا مفتقدين محمد شريف هداف الدوري العام المصري ب 19 هدف. محمد شريف سيتم تحديد موقفه من المشاركة خلال الأيام أو بكرة إن شاء الله سيتم تحديد مشاركته. أيضا الجهاز الطبي للنادي الأهلي بيؤكد جاهزية أيمن أشرف لمواجهة النادي المصري. أيمن أشرف حس بتعب شوية، ولكن الجهاز الطبي هو بيؤكد جاهزية أيمن أشرف لمواجهة النادي المصري. أيضا حسين الشحات بيكتفي بجلسة في الجيم. حسين الحقيقة عمل مجهود كبير جدا جدا في مباراة امبارح، لعب ناحية اليمين وناحية الشمال وبعدين رجع لعب باك رايت لما طلع بيتسو أكرم توفيق، ولكن حسين الحقيقة أدى مباراة جيدة. طبيب الاهلي ايضا يؤكد تعافي وليد سليمان من الاصابه. وليد سليمان، عوده وليد سليمان هي عوده الروح الحقيقه للاعيبه النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين على الاقل محمد شريف متواجد في التدريبه الجماعيه. اتمنى ان هو يكون سليم وزي الفل، احنا دايما بنثق في جهازنا الطبي، ولكن اتمنى ان هو يكون زي الفل ان شاء الله وواحده واحده كده ينزل، لانه المباريات القادمه مباريات صعبه واحنا دايما محتاجين محمد شريف يكون متواجد معانا. زي ما قلت لحضراتكم عوده الروح وعوده وليد سليمان الى الفريق. وليد سليمان بيمثل ثقل كبير جدا جدا داخل فريق النادي الاهلي، لانه واحد من اللاعبين الكبار اللي تقدر تعتمد عليهم جوه الملعب وبره الملعب. ايضا مصطفى شوبير، وده اخر خبر معايا، مصطفى شوبير بينتظم في تدريبات حراس المرمى. مصطفى اللي كان عنده ايديه وجعاه شويه والحقيقه كان واخد اجازه اليومين ثلاثه اللي فاتوا او بيعمل تدريبات استشفائيه، ولكن النهارده الحقيقه رجع ليكون متواجد مع الفريق. الكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي. دايما جمهور النادي الاهلي بيدينا الامل، دايما جمهور النادي الاهلي بيقف في ظهرنا، دايما جمهور النادي الاهلي هو الاساس وهو اللي بيحرك كل شيء من وجهه نظري جوه الملعب وبره الملعب. فمن فضل حضراتكم وكالعاده دايما انا بثق في جمهور النادي الاهلي وعارف ان هم ليهم دور كبير جدا جدا، من فضل حضراتكم خلونا خلال الفتره القادمه ندعم الفريق، وان شاء الله بعد نهايه الدوري ارجو
أرجو من إدارة الكرة في النادي الأهلي تكريم هؤلاء اللاعبين، لأنهم اتحطوا تحت ضغوطات كبيرة جدا نفسية وبدنية وعصبية وكل شيء. وأيضا إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا، محدش عارف التلات مباريات القادمة على الرغم من إن هي بقت صعبة، ولكن محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل خلال الأيام القادمة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل اثنين من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن ماهر همام والنجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، هنتكلم فيهم بقى في كل الكلام اللي احنا قلناه ونقول او نعرف رايهم في ما يحدث مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره. بعد هذا الفاصل نجمين الكبيرين كابتن ماهر همام وكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده الحقيقه معايا اثنين من نجوم النادي الاهلي الكبار جدا الحقيقه، وعاشوا مثل هذه المواقف كتير جدا 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 مع اجيال كثيره وكبيره من اجيال العظيمه داخل النادي الاهلي. النجم الكبير كابتن ماهر همام، ازيك كابتن ماهر؟ اهلا كابتن، شرف ومنور وسعيد جدا بوجود حضرتك معايا. حبيبي وحشني والله. وانت اللي وحشني جدا. توفيق يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن، ازيك كابتن عادل؟ شرف ومنور. اهلا اهلا بيك. انت كمان وحشني جدا، بقالنا كتير ما تقابلناش. بقالي كتير ما شفتكش. اخبار حضرتك ايه؟ الله يكرمك. كله تمام؟ الله يخليك الحمد لله. سعان؟ لا لا جميل، الدنيا تمام، الجو حلو. ميزه البيت الكبير يا كابتن اسلام فعلا بيجمع الحبايب. يعني طبعا يعني طبعا ميزه برنامجك الجميل ده. كابتن يعني انا عادل ما شفتوش من فتره، والنهارده سعيد جدا طبعا. لا شرف لينا ان يكون معانا اثنين من النجوم اللي دايما كمان يعني. اثنين من النجوم اللي دايما الحقيقه كانوا بيمتعونا في اجيال عظيمه داخل النادي الاهلي، وعشتوا كتير زي المواقف اللي احنا الموقف اللي احنا فيه دلوقتي خلال سنوات طويله جدا. اجيال كتيره جدا من عاشت مثل هذا الموقف يا كابتن ماهر. وسؤالي الاول، وهو احنا بنضحكش على حد ولا بنقول لحد حاجه، ولكن هل يا كابتن ماهر الدوري انتهى؟ بمعنى هل النادي الاهلي غير قادر على المنافسه في الثلاث مباريات القادمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انت قلت كده اسلام، ان فعلا المواضيع ديت تواصلت مع الاجيال كلها. بالظبط. يعني انا احكي لك مثلا في موقف مع مستر هولمان، كان سنه 95، وكان انا كنت مدرب بقى مش لاعب. كنت مدرب. اوكي. وفي نهايه الدور الاولاني كنا مع المولي العرب في المولي العرب. وخلص المباراه تعادل، والفارق بيننا وبين نادي الزمالك كان 12 نقطه. كان الزمالك هو اوكي. ومستر هولمان قال هيبقى صعب قوي ان احنا نقدر نطلع نتكلم في الميديا ونقول ان في فرصه ان الاهلي ياخد الدوري. حلو. فانا فاكر يوميها طلب مني ان اطلع اتكلم مع الصحافه، لكن كابتن ثابت بطل كان ليه الله يرحمه، كان ليه كان مدير كوره وقتها، كان ليه رؤيه عشناها واحنا لعيبه. يعني الموقف ده عايش جوه مر علينا واحنا لعيبه ومر علينا واحنا مدربين. ايوه كابتن. فانا افتكر الكابتن ثابت البطل في طلع قابل الصحفيين وقابل النقاد وقابل الميديا في 12 فرق، 12 نقطه فرق بعد نهايه الدور الاول. بالظبط كده. كان بونتين مش 3 بونت. كان ساعتها الماتش كان بونتين وقتها. المباراه بونتين، ما كانش 3 بس 6 ماتشات. بالظبط، يعني 6 ماتشات، امور صعبه يعني. دي كانت فرقه الاحلام بتاع الزمالك. أيوة. اللي قالوا عليها. فافتكر ان الكابتن ثابت قال يا جماعه الدوري في الملعب. فالناس استغربت يعني ازاي الدوري في الملعب، ويعني والبناط الواسعه اللي بين الاهلي وبين الزمالك، ولسه في دور تاني كبير قوي صعب على الاهلي يعوض فيه يعني. ايوه. لكن عايز اقول لك يا كابتن اسلام ان احنا بعد الموقف ده، واعلن الكابتن ثابت ان الدوري ما زال في الملعب، ورحنا على النادي عشان يعني نغير هدومنا وبتاع واللعيبه ونمشي ونتقابل تاني يوم. فكابتن ثابت البطل جمع اللعيبه في الاوضه الله يرحمه. الله يرحمه. فقال لهم يا جماعه انتوا عايزين ايه؟ فاللعيبه كلها قالت في صوت واحد عايزين الدوري. طيب الدوري ده يا شباب يا كباتن يا لعيبه عشان يجي احنا عندنا لسه 13 مباراه. اكسب 13 مباراه اللي جايين دول لازم نكسبهم. وبعد كده احنا 1000 حاجه. بالظبط. وده اللي حصل يا كابتن اسلام. يعني اخذنا المباريات كلها كنظام كؤوس، 3 بونت وبعدين اروح للثلاثه بونت اللي بعديهم، واخر مباراه كانت مع المحله افتكرنا اتعادلنا بين 1-1 في المحله، ويمكن احنا خدنا الدوري بثمان نقاط. طول ما انت بتكسب فارق للاهلي، طول ما انت بتكسب بتحط لود قوي جدا على نادي الزمالك، فتعطل مره 2-3-4. فعايز انا بضرب لك مثل بس زي ما انت بتسالني السؤال،
لا مازال الدوري في الملعب ومازال احنا قادرين في الثلاث مباريات ان ولادنا ان شاء الله. هو الموضوع برضو 9 نقاط يكونوا غاليين وانت بس اكسب وما لكش دعوه بالمنافسه بالنسبه لي. مظبوط ولكن يا كابتن عادل كلام الكابتن ماهر مظبوط، ولكن طبعا المنافسه اصبحت صعبه. يعني الاول لو كانت النسبه بنقول 50-50 دلوقتي لا 70-30 مثلا. ولكن احنا دايما اتعلمنا في النادي الاهلي ان انت تتمسك بكل الفرص حتى اخر لحظه، طالما الفارق لسه وقدامك عدد مباريات يبقى تتمسك بالفرصه لاخر لحظه. ولكن يمكن اللي مخلي البعض ان هو يشكك في هذا الامر ان انت تعادلت مع الاسماعيلي وتعادلت مع طلائع الجيش امبارح، وبالتالي الكل بيقول لك طب ما يعني انت تعادلت مع الاسماعيلي تعادلت مع طلائع الجيش مع دجله قبل كده. بتكلم على الفتره الاخيره بتكلم على الفتره الاخيره، ولكن برضه جمهور النادي الاهلي الواعي يقول لك ايه؟ يا جماعه بس اللعيبه دي، انا كابتن النهارده شفت موقف، والله يا كابتن الموقف ده اثر فيا بشكل كبير جدا جدا جدا. الطاقه الايجابيه اللي انا خدتها من جمهور النادي الاهلي، كنت في احد الاماكن والناس اتلمت و7-8 انفار اتلموا حواليا اهلاويه، اهلاويه بجد. قالوا لي يا كابتن احنا في ظهر الفريق، الناس دي لازم تتكرم، الناس دي تعبت قوي. اللعيبه دي تعبت قوي. فبيني وبينك طاقه ايجابيه كبيره جدا، ولكن على الجانب الاخر رغم صعوبه الموقف لكن في نفس الوقت ما زال الاماني ممكنه يعني. طب بص يا كابتن اسلام فضل. يعني خلينا نتكلم كلام منطقي الاول. بالظبط. وعلشان احنا طول عمرنا بنعرف اخطائنا علشان ننجح بعد كده. مظبوط. ننجح بعد كده. مظبوط. اللعيبه تعبت قوي السنه دي، عملت انجازات كبيره، لكن احنا في الاخر حصل مواقف في مباريات عاديه اللعيبه ما كانتش فيها، عشان ما نتكلم كان في شويه طبعًا. اخطاء طبعا على فكره اللعيبه كلها نفسها بتقول هذا الكلام، كان في اخطاء طبعًا. بس اللي انا عايز اقوله لك ان طول الوقت هنلعب لغايه 3 ماتشات، لكن خلينا ناخدك بقى في حته تانية. اتفضل يا كابتن. الموضوع الفرقه السنه دي اجهدت جامد جدا، انا مش بقول حجه عشان الجمهور ما يفهمش ان انا بطلع للنادي الاهلي حجه، لا الناس مش واخده بالها، الناس مش فاهمه، في ناس كتير مش فاهمه يعني ايه تلعب بطوله افريقيا، يعني ايه تلعب لما ترجع من بطوله افريقيا انت بتلعب في مستوى عالي قوي، رغم ان الناس قاعد يقول لك ان ده فاينل يلعبه الاهلي ومش فاينل يلعبه الاهلي. طبيعي. لا كل الكلام ده الناس بتدي بتكذب، اللي يقول لك ده فاينل ضعيف ومش ضعيف. لو هو ضعيف ما كانش وصل للنهائي. لما هو اللي يوصل للنهائي يبقى ضعيف، يبقى اللي بيخرجوا من الادوار الاولانيه ايه؟ ما عندهمش فكر خالص، يبقوا مش فرقه كوره يعني؟ لا خلينا نبقى منطقيين، النادي الاهلي لعب عدد من المباريات كبير جدا. وبعدين جه الضغط ضغطه كبيره جدا. الحاجه اللي هي خلتنا ان يعني انا ازعل شخصيا يا كابتن اسلام، اكسب الاهلي يخسر دوري، ما يخسر عادي، ما هو كرة الدنيا قدم. كلها مش يعني احنا واخدين على ان احنا لو لعبنا اي حاجه لازم نكسب ولازم نكسب ولازم ده بمجهودنا وقوتنا، لكن اكسب بس الحاجه اللي تخليك تبقى مبسوط، ان مش مبسوط انك بتكسب يعني ايه، مطمن شويه يعني. انا عاوز اقول لك حاجه، مباراه امبارح اللي هي بتاعه الجيش والاول امبارح، خلينا نبقى واقعيين يعني، يضيع منك 3 بونت بس تعمل اللي عليك كحكم، انت فاهم؟ حضرتك تقصد الحكم. تمام. ليه انت بتدخل نفسك في متاهات يا ابراهيم؟ انا بكلمك بجد، ما تروح تشوف الكوره تاني. اي كوره في فاينل دوري في اخر 5-4 مباريات مقبول جدا انك لازم تروح وتبحثها 1000 مرة وتبحثها كتير، دي انتوا بتوقفونا على كور اتفه من كده في 4 و5 دقايق، لكن دي كوره فيها مكسب فريق وهدف. عارف يعني ايه هدف؟ انت بتلعب اي فرقه بتلعب النادي الاهلي، الناس بس عشان تفهم الامر، هو مش معناه هدف وخلاص، معناه هدف تغيير طريقه لعب الفرقه قدامك، فالنادي الاهلي هيلعب بطريقه لعب تانية فهيفتح المباراه، ده فيها شغل فني كتير، موضوع دي. موضوع فني اكتر من حاجه تانية، موضوع فني كبير يعني. انت مجرد انت لما يخش او تدخل جون في الفريق اللي قدامك، وخلينا ناخد مثال بمباراه طلائع الجيش، طلائع الجيش هيغير طريقته، هتهجم كتير، هتكسب 2 و3 و4، مش مع احترامي لطلائع الجيش طبعا، بكلمك على اي تيم، اي تيم بيلعب النادي الاهلي عنده بلان واحد اللي هو يدافع، صح؟ مظبوط. انا المشكله في ايه؟
انت ليه ما رحتش شفتها؟ ليه ما شفتهاش مره واثنين وثلاثه؟ مش عارف ليه. النيه الاولانيه انك انت لو الاهلي جاب جول لازم يتعاد في الفار، حتى لو جول لو الكوره متشطه من نص الملعب. ده في مباراه، انا مش هتكلم على اسماء وليش دعوه باسماء، ده الكره يا راجل خبطت في العارضه وطلعت بره الستة يارده، اللازمان جيري ده كان ناقص ينزل الملعب ويحيي الجمهور. جيري وحسبها جون وبعدين رجعوا للفار وهي بره ووقفوا وخدوا وقتهم والحاجات. طب ما تاخد وقتك، انت ليه بتخلي الواحد يبقى زعلان؟ هو الحقيقه كابتن ابراهيم طبعا شخصيه محترمه وكل حاجه، ولكن انا بتكلم على الاخطاء التحكيميه، انا بتكلم عن او كابتن عادل حتى بيتكلم عن ده خطا تحكيمي ممكن يكلفك دوري، يعني يكلفك دوري يا كابتن اسلام. انت لسه كده دلوقتي بتقول ايه؟ انت بتقول 30% 70% مظبوط، كان الاول 50-50. خطا زي ده ممكن يكلفك ايه؟ يكلفك دوري. الدوري ده بقى علشان بس الناس تاخد بالها، الدوري ده بيكلفك ايه؟ مجهود سنه طبعا، اعداد واصابات ولاعيبه بتطلع وبتنزل وبتروح وبتيجي، ولاعيبه بتادي وحش طول السنه فبتمشي علشان خسروا البطوله. هاي جول. وانا سمعت ناس كتير قالوا ان هي مش جون، انا شايف ان هي جون. ليه؟ خلينا نحسبها بس. الراجل رجله بص، الرجله الرجل اليمين على الخط والثانيه جوه، الرجل اللي هي الثابته دي على الخط، الخط اللي هي اليمين، الرجل الثانيه دي هي اللي بتطلع من جوه، بتطلع الكوره من جوه. انا ما هي دي الموضوع التشريحي يا كابتن ماهر، هو اللي اعتقد ان هو يفرق برضه حتى بعيدا عن كل الحاجات اللي اتعملت، ولكن الشكل التشريحي للاعب اعتقد يفرق برضه. برافو عليك، الشكل التشريحي زي ما انت قلت بالظبط. يعني احنا بنحلل الكوره. بص رجله اللي تحت، رجله اللي تحت فين؟ اللي تحت على الخط، على الخط، واللي جوه ورجله الشمال اللي بيطلع بيها داخل المرمى. فوضع الوضع التشريحي فعلا زي ما انت قلت يا اسلام، هدف اكيد 100%. وبعدين اللي انا عايز اقوله، لعيبه النادي الاهلي باحترام وبادب راحوا قالوا له ارجع للفار يا كابتن. انا الحقيقه يعني استغرب جدا ان الكابتن ابراهيم دايما بيعمل كده. الفار نيته يا كابتن انا قلتها. لا ما خلينا نبعد عن النوايا، لكن لا انا بكلمك حضرتك. لا انا بكلمك يا كابتن اسلام في اكتر من مباراه السنه دي. انا كنت بحللها اكتر من مباراه يا كابتن اسلام. يعني وادي دجله 2 بنالتي ما رجعوش للفار. انا بكلمك في حاجات ارجع ارجع وشوفها بسيطه على فكره. هو لو الكابتن ابراهيم كان اعتقد لو كان رجع وشافها كانت الامور كانت هتبقى ابسط من كده بكتير. لا هو ما كانش هيرجع. يعني ايه ما كانش هيرجع؟ ما بيرجعوش. راجع المباريات كلها. هتلاقي لو رجعوا لاي فار في مباراه الاهلي، النادي الاهلي بيرجعوا له بالفار قد ايه؟ ممكن كره واحده. لكن لو على النادي الاهلي بيرجعوا 7-8 أو 10 كور. هاتوا كل انا بعمل دعوه، اتكلمنا في الكلام ده. انا بعمل دعوه للمتفرجين كلهم يجيبوا الماتشات اللي فاتت. كلهم يشوفوا، وبدعوهم يجيبوا ماتشات وادي دجله، الماتش الدور الاولاني، البنالتي اللي بيكام اللي اتشد فيه ما اتشافش في الفار، في كوره بعديها اتشاف في الفار لوادي دجله على الاهلي، كوره سريعه ولا ليها لازمه في البنالتي، بس لازم تتبحث. عشان كده انا بقول لك ايه، انا مش بدخل في نوايا، لكن انا بقول لك في اي كوره للنادي الاهلي ايجابيه لازم تترجع في الفار، وراجعوني وراجعوا المباريات وهنشوف. طبعا، ولكن برضو مره تانية يا كابتن ماهر معلش عشان ده مهم جدا، انا اسف ان انا هعمل كده، ولكن بص يا سمير، يعني الرجل دي متنيه اهي ورجل دي انا اسف جدا بتبقى كده، فطب ازاي يعني دي جوه ودي بره ازاي؟ يعني ينفع تجيب الشمال دي وراك صح وانت واليمين دي ثابته كده؟ يعني انا اسف ان انا بعمل كده يعني قدام الناس، لكن ده في نص متر، يعني في فرق كبير جدا. ما هي وانا قاعد كده اهو اللي بيطلع بيها في نص متر، ده نفس الطلعه اهي الشمال اهو داخل جوه المرمى كده. وانا زعلت من كام واحد طلع نص متر بالرجل الشمال من كام واحد يا كابتن؟ ده هي نفس القعده اللي احنا قاعدينها دي بالظبط، بس بالشمال نص متر يا عادل. يعني بص، يعني برافو عليك يا سمير، ادي الرجل الثابته على الخط اهي، وادي الرجل اللي بيشيل بيها اسلام برجل الشمال. طبعا بص، هتبص تلاقي ناس دلوقتي ناس بتسمعنا وبتتفرج علينا يقول لك ايه، هو النادي الاهلي محتاج، هو الجون ده اللي خلى النادي الاهلي يخسر، اللي خلى النادي الاهلي يتعادل، الجون ده. لا هي لان الجون ده كان هتجيب جون واثنين وثلاثه، كره القدم كده. بس هي الفكره الفكره يا كابتن في ايه؟ ما هو انا ممكن ادخل الجون ده او ده الجون ده يتحسب واتغلب بالظبط، بس انا خدت حقي. وانا هفضل لغايه امتى يا كابتن ماهر
كل ما يحصل حاجه يقول لك ما اصل انتوا النادي الاكبر وانتوا استحملوا وانتوا يعني الجمهور بيقول كده. لكن احنا في الاخر لا يا جماعه، ما انا عايز اكسب، انا عايز اكسب الدوري 43 و44 و45 و46. وانت ليه استحملت ضغط المباريات؟ عشان انت الاكبر وانت الاكبر. الله ينور عليك، الله ينور عليك، وانت اللي صاحب التجربه وبلدك، وانت بلدك اللي انت وديت لعيبتك الاولمبيات، ورغم هذا لعبت مبارياتك المؤجله ولعبت اكتر من مباراه بلعيبتك، لان ده الدور ده دور المجتمعي للنادي الاهلي داخل بلدك. ما انت في الاخر دي حقيقة. ونجحنا المسابقه كمان يا كابتن اسلام، يعني احنا اللي نجحنا المسابقه، رجوعنا من افريقيا ولعبتنا اللي كانت في الاولمبيات ورجعنا كل 3 ايام مباراه. فانت النهارده اللي نجحت لا هو كان يقدر يا كابتن، احنا كنا نقدر كنادي اهلي نقول ايه؟ نقول ان احنا لما يرجعوا اللعيبه من طوكيو نبدا نلعب الدوري بالزبط. لكن انت اتفقت معاهم واتفقت مع اتحاد الكوره وعملت الكلمه بالزبط. ليه انت بتعمل كده؟ انت عاوز تنجح كل حاجه. ايوه، لكن في حاجه مهمه انا عاوز اقول عليها. لا، في نظره للبلد، يعني انت أيوة انت في طبعًا. النهايه انت بتعمل ده دورك. ايه ده دورك. ده دورك ايه؟ ده دورك انت طبعًا. في النهايه بتعمل ايه كنادي اهلي؟ بتطلع لعيبه دي للمنتخبات الوطنيه. على فكره النادي الاهلي كان من حقه ان هو يرفض ان هو يبقى اللعيبه دي موجوده في اللوائح، من حقه. لكن عمرها ما حصلت، والنادي الاهلي ما فكرش في كده. يعني من خلال البيانات اللي حصلت الفتره اللي فاتت اللي بيعتمد عليها دايما في كلامنا، ان النادي الاهلي عمره ما فكر في كده. ولكن في الاخر انا بلدي خلاص، توكل على الله، مفيش مشكله. ايوه بس اديني حقي تحكيميا. تحكيميا يعني هو ده اللي انا بقوله. يعني اللي احنا بنقوله ايه؟ احنا بنساعد الناس اللي هو ايه، عاوز تنجح البطوله، عاوز تمشي السنه، عايز تعمل حاجه كويسه، رغم ان انت مش جاي من فسحه، انت كنت جاي من كاس افريقيا وجاي من سوبر افريقيا، انت لعبت اكتر فرقه في مصر لعبت مباريات النادي الاهلي. فانت كان ممكن تقول ايه؟ لا استنى يا حد ما ارجع اللعيبه من طوكيو وترتاح اللعيبه كمان والعب المباريات يا كابتن ماهر. بالظبط يعني كابتن ماهر. انا اتفضل، عايز اقول حاجه. لا انا بقول ان النادي الاهلي يعني مثل كبير قوي بصراحه، يعني وزي ما انت قلت يا اسلام، بيساعد اتحاد الكوره، بيساعد الدوله، وبيساعد النشاط يمشي ويتم، وكمان بتدعم المنتخبات. يعني انت منتخب الاول ومنتخب الاولمبي ما بتتاخرش، ففعلا يعني لود كبير جدا وقع على لعبتنا. ومع هذا كمان الحمد لله يعني بيأدوا، يعني عايز اقول لك التوفيق وعدم توفيق في المباراه دي، يعني الجول ده لو اتحسب فعلا كان الامور هتتغير بشكل كبير جدا. وفعلا الجول ده فرق معانا، يعني هو يعني الجول ده كان يكسبنا 3 نقاط، خسرنا نقطتين. يعني ما كانش الجيش هيفضل واقف ورا. مش الجول ده كده، مش الجول ده بس. بالظبط، خلي بالك انت بناء على بيان النادي الاهلي انت خسرت 15 نقطه. 15 نقطة احنا عددناها هنا وفندناها هنا. ايوه انا عارفهم عارفينهم كلنا عارفينهم. وفي النهاية قلنا عليهم انا ما عنديش مشكلة زي ما الكابتن عادل قال يا كابتن ماهر ان انا اخسر، ما فيش مشكلة، ما عنديش مشكلة، ببقى متضايق طبعا وكل حاجة. ولكن دايما النادي الاهلي بيعمل ايه؟ بيتعلم من الاخطاء وبيقعد 5-6 سنين. بالظبط. فدايما ده اللي احنا بنتعلمه، دايما ده اللي احنا بنعرفه. بس انا مقلق برضو يا كابتن من الفترة القادمة، لان انت عندك كاس، صح ولا مش صح؟ لا هم هي يعني الكاس الموضوع. انا دلوقتي النادي الاهلي بيطالب من خلال البيان اللي عمله بوجود حكام اجانب. طيب اوكي، لو اتحاد كره القدم استجاب لهذا الموضوع تمام. التوقيتات امتى؟ خلي بالك ما هو مفيش. امتى التوقيتات؟ ما هي برضه يا كابتن عادل يا كابتن ماهر حاجه غريبه جدا. هتعمل ايه؟ الرؤيه فين؟ مش المفروض ان من بدري الكلام ده كان يتجهز؟ طبعا زي ما هو قال ان الدوري هيبدا او هينتهي في الفتره اللي فاتت ديت 30/8، كان لازم يحط موعد للكاس وموعد للموسم الجديد هيبدا امتى وينتهي امتى. ده حتى كمان القاعده اللي تحت البراعم والناشئين مفيش حاجه خالص بالنسبه لها برضه، خالص بالنسبه لها. ودي برضك حاجه من ضمن الحاجات اللي تحسب على اتحاد الكوره. يعني واضح ان لجنه التخطيط عندهم ولجنه المسابقات مش حاطه ايديها اسلام الفتره الجايه دي، امتى الدوري يبتدي، امتى الكاس يبدا وينتهي، امتى المراحل السنيه اللي تحت تبدا، امتى الفرقه اللي هتتلغي، هذا في الناشئين، عدد البراعم اللي موجود تحت هل هيزيد عن السنه اللي فاتت في حته حاجات القيد. كتيره جدا مختلفه. ولكن برضو يا كابتن عادل الرؤيه الضبابيه دي اعتقد ان فيها ظلم حتى لكل الفرق، النادي الاهلي طبعا. طبعا يعني انت عارف انه المفترض ان في دوريات بتقعد 6-7 سنين واخده الجدول مع اختلاف الاسماء، خلي بالك 7 سنين
مع اختلاف الاسماء. خلينا نقول ان الكورونا كان ليها ظرف، ولكن طب بس انت عارف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي بعد كده؟ الكورونا وقبل الكورونا الانفلونزا وقبل الانفلونزا مش عارف ايه وايه وايه، لان احنا بقالنا 50 سنه الدوري عمر ما انتهى في ميعاده الا في سنه واحده، دي حقيقه، سنه الكابتن عصام عبد المنعم لما قال هيبدا كذا وهينهي كذا. لكن انت بتيجي اوقات كتير قوي ما بتعرفش تحط الجداول. ليه؟ لاني خوفا من كذا وخوفا من كذا، وانت عارف الالوان، خوفا من الوان الفانلات من الجمهور. الموضوع مش كده خالص. الموضوع انك تديني جدول سنوي اشتغل عليه. هتقول لي اعمله ازاي؟ عندك ال احنا كنا ماشيين اسبوع باسبوع. اما انت اسبوع باسبوع والاسبوع اللي على مزاجك يشتغل. طب اقول لك حاجه، اتفضل. قبل الماتش ده اللي الاهلي كان عمال يلعب ماتشات، الزمالك مثلا كان بيلعب، كان واخد اجازه فتره طويله قوي شهر عشان شهر عشان النادي الاهلي يلعب مبارياته. تمام، كلام جميل. طب انت كنت تشوف انت في الفتره دي، لو انت بتفكر للكاس، كنت انت تشوف الفتره دي مين اللي يلعب اللي وصل ومين اللي يلعب، علشان انت ممكن يبقى عندك ماتشين ثلاثه تلعبهم في الكاس لو انت خايف وعاوز تخلص. لكن انت مش هتقدر تتكلم عنك انت تلعب مباراه الناس هيقول لك لا، في ناس هيقول لك لا. الوحيد اللي ما بيقولش لا احنا النادي الاهلي، الوحيد اللي ما بيقولش لا، ودي حقيقه. في ناس بتزعل من الكلام ده، يقولوا ليه الاهلي يقول لا ما بيقولش لا؟ لا، لان النادي الاهلي كبير لازم يقول ولازم النادي دوره المجتمع. احنا دول احنا دور كبير قوي، احنا في حاجات كتير. بتكلم عن النادي الاهلي في حاجات كتير قوي انت بتيجي على نفسك علشان تعملها لبلدك، وده واجب كبير انك لازم تعمله، لانه النادي حق عليك يعني. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي بيعلم حاجات كتير قوي، النادي الاهلي سباق في كل المبادئ والحاجات دي. والكلام ده احنا مش بنقوله اول ما بنعلي علشان النادي ومش عشان النادي، لا، ده الناس كلها عارفه، بدليل انه كل المواقف اللي هي للبلد، اخرها موقف طوكيو ده. انا من وجهه نظري يعني، انا كراجل مدرب لو جو قالوا لي كده اقول لهم لا مش هلعب. ليه مش هلعب؟ لان انا الجمهور ست لاعبين، عندي ست لاعبين مش هلعب. لا، وايه وانت جاي من اجهاد، وانت جاي من مباراه وراجع لاجهاد، جاي من سفر وجاي، وبعدين هتخلص من الثلاث ايام في كل ماتش، هتلعب كل ثلاث ايام وبعدين ترتاح اسبوع ولا حاجه، هترجع تاني تلعب كل ثلاث ايام مباراه. حاجه تانية مهمه اللي انا عايز اقولها لك، ان في فروقات كمان في الانديه اللي بتلعبك، مش بيلعبوا زيك ثلاث ايام، لا، في انديه بتستناك قاعده اسبوع وفي انديه قاعده. صح، يعني هي دي اللي زعلتني، ما كانش في تكافؤ فرص في المواضيع. علشان كده انا مش زعلان. شوف، دايما انا بزعل من لعيبه النادي الاهلي، لان بقول لهم ما تدوش فرصه لحد يعملوا كده. اللي انت كنت بتقول لهن يا كابتن اسلام، اجيالنا كنا بنعمل ايه؟ احنا كنا بننزل كده، مش عايزين حد. يا بص، ما فيش حجه لحد عندنا. احنا نفرق قوي حد ما يسلمونا ويقولوا لنا خلاص الدوري بتاعكو ونشتغل ونخلص الدوري. وبقول لك لما بنخلص الدوري قبلها باربع اسابيع وثلاث اسابيع، دي عادتنا من زمان. كنا لما نتعادل بس مباراه واحده كان الناس بتقلب الدنيا، فكنا لازم نكسب جميع المباريات بتاعتنا. تمام. كابتن ماهر، برضو الاجهاد وله دور كبير جدا جدا فيما حدث، واعتقد كان واضح امبارح. اسلام، احنا بقالنا ثلاث سنين او يمكن سنتين ما انا شايف اللعبه دي ما ريحتش، ما خدتش فتره راحه بالنسبه لها، وده باين حتى كمان في الاصابات اللي ضربت معظم النجوم. يعني احنا كنا بنعاني معاناه كبيره جدا في نجومنا المؤثرين بشكل كبير، يعني اصابات غير كورونا، يعني كورونا كمان يمكن اثرت، غير الكورونا صحيح، اثرت على بعض النجوم بشكل كبير، يمكن اخرهم بنون كمان في الحته الخلفيه يعني. ووليد برضك من ضمن اللعيبه اللي احنا اتاثرنا بشكل كبير جدا، مع رجوع اللعيبه بقى اللي جايين بقالهم سنتين من بطوله لبطوله، من افريقيا الكاس لدوري لمنتخبات، ولسه ده لسه اللي جاي كده برضه، ولسه خلي بالك ده التوقف اللي جاي منتخب. يعني انت عندك مثلا اعتقد خمسه سته سبعه يعني سته، هيبقى سته او سبعه، سته او سبعه لاعبين هيروحوا المنتخب. طب الناس دي هتريح امتى يا جماعه؟ وهترجع تلعب بالكاس او الدوري؟ لا، مفيش موسم، هيتلدم ببعض. وبعدين يا اسلام، انت عندك تصفيات كاس عالم. ايوه، ما انا بقول عايز اقول لك ان الاجهاد ده احنا مرينا بيه، احنا كلاعيبه، احنا الثلاثه، بتوصل لمرحله انت مش شايف بالظبط بينه وبينك بصراحه، يعني ده بدنيا وعصبيا وذهنيا وفكريا
وكمان بتبقى انت يعني عايز تبعد بس يعني قرفان. كوره 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 كوره، مباريات مباريات، ضغط ضغط. الكلام ده مهم قوي يا كابتن، الكلام ده مهم جدا جدا صراحة. يعني ممكن وحضرتك كنت بتلعب وبتلاقي من كميه الماتشات بتلعبها تزهق مش جدا جدا، لدرجه ان كان بعض المدربين كابتن جاري يقول لك ايه، انا هخلي اسلام يروح ثلاث ايام باولاده كده اسكندريه. مره مانويل جوزي ريح له ثلاث اربع ايام، مانويل جوزي عمل كده مره، جاب ابو تريكه قال له تعال انت اجازه من النهارده لغايه اخر الاسبوع. فعلا والله يا كابتن، قال له اجازه من النهارده، ايه روح بالظبط، وخد راحه ورجع. مش عايز اقول لك عمل ايه طبعا. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام مهم جدا 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 اسلام، واحنا جربناه. يعني احنا ما بنقولوش كده يعني من فكرينا او من دماغ، لا ده احنا جربنا الكلام ده. كنا برضك نادي منتخب نادي افريقيا كاس دوري، فخلاص انت ما فيش بقى مش قادر بقى فهتجيب منين يعني. فانا شايف ان في لود واقع جدا على لعبتنا بشكل كبير، لدرجه ان انا هضرب لك مثل يعني نادي الزمالك لما ريح شهر حصل نوع من الفوقات، تحس كده فرق معاهم الشهر ده اوكي جدا، تحس عادل في نوع من الفوقان في الاداء. وعادل ذكر برضك حته مهمه جدا، ان احنا الفرق اللي بنقابلها يا اسلام بين الراحه اسبوع وبين 8 ايام، فواضح انه بيقابلك بقوه، بيقابلك طبعا باداء طبعا، بيقابلك بمنافسه غير الدوافع اللي عنده ان هو بيلعب النادي الاهلي. مظبوط، دوافع كبيره جدا، عايز يعطل النادي الاهلي، ومباراه مذاعه، الاستوديو التحليلي موجود، الميديا موجوده، الصحافه موجوده، حتى بعض الجماهير اللي بتساند. فالنهارده احنا بنتقابل بحرب شرسه، يعني عايز اقول لك من الانديه الاخرى، واخد بالك حرب رياضيه رياضيه يعني. طبعا عايزه تنول من البطل، عايزه تنول تعطل البطل. تاني حاجه كمان، احنا يعني الفار، واحنا قلنا تمثلنا في الفار ده ان يعني هيحمي الكره المصريه وهيدي الناس حقها، لكن مع الاسف ما دفعناش الاشتراك بتاع مش عارف تقريبا حقيقي يعني فجينا من الفار ده زي ما انت قلت يا اسلام، عطلنا في 15 هدف يعني احنا زماننا دلوقتي 15 بونت اسف يعني. ف يعني مع كمان الاداره التحكيميه والوقت اللي بياخدوه في حته انه يحسب بول او اوفسايد او 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 فاتعطل. ليه برضو ما خدش الوقت ده امبارح؟ هنكمل في النقطه كبير بصراحه يعني هنكمل في هذه النقطه، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نكمل كلامنا مع نجمين الكبيرين كابتن ماهر همام وكابتن عادل عبد الرحمن. كيف سيلعب النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، القادم هيبقى عامل ازاي بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، القادم للنادي الاهلي كيف سيكون القادم بالنسبه للنادي الاهلي في ظل هذا الاجهاد الكبير جدا، وفي ظل هذه المباريات المتتاليه الحقيقه، كل ثلاث ايام مباراه، وفاضلك ثلاث مباريات، بعد كده في لعيبه هتاخد اجازه، ولعيبه هتروح المنتخب وتكمل، وهلم جر. وهو طبعا مستر موسيماني يعني احنا بدك مش فوكين عليه بصراحه، لان طبعا هو الراجل احنا محطوط تحت ضغط رهيب بدني وذهني وتكتيكي وتدوير كمان يعني مستشفى. انا شايف ان الفتره ديت كل ثلاث ايام اسلام واضح هو بيدور على قد يعني بيدور الفرقه على قد ما بيقدر يعني بيحاول بيريح الناس المجهده بشكل كبير جدا، وبيحاول يدي بعض العناصر اللي موجوده على الدكه اللي كنت اتمنى اسلام، وانا كنت يمكن بطالب يعادل من فتره مش عايز اقول البدلاء، عايز اقول رجالتنا الاساسيين اللي موجودين على الدكه دورهم مهم جدا في الفتره دي. انك انت تنزل ان شاء الله باذن الله تعمل لنا فارق، تصنع فارق في المباريات دي. فاتمنى ان شاء الله للعيبه اللي هم ان شاء الله هيبداوا المباراه اللي جايه خلاص بقى، زي احنا اتفقنا ان احنا هننسى كل خلاص الكلام اللي بيتقال، الدوري بثلاث ماتشات اكسب بثلاث ماتشات ويحل الف حلال ان شاء الله باذن الله، واحنا قادرين نكسبهم، وبعد كده بقى نشوف ايه اللي هيتم في خلال الثلاث مباريات اللي جايه. كابتن عادل، برضو الثلاث ماتشات اللي جايه دوافعها هتبقى عامله ازاي عند اللاعبين؟ انا كمدير فني اعمل ايه في مثل هذه الامور؟ اكيد اول هدف هتشتغل عليه انك لازم تكسب الثلاث مباريات بغض النظر عن اللي هيحصل الناحيه الثانيه ايه، حتى كمان تكون مفنش الدوري ببنط اكتر من كده كتير، بس نرجو بس ان يكون فيها ان خلاص مش عاوزين مشاكل تحكيميه تاني لان زهقنا. نتمنى يعني انا عايز اشوف الجون تاني لو ممكن تجيب. عايز ايه يا كابتن؟ اشوف الجون تاني. طبعا هات لنا الهدف، في حاجه يعني لافته نظرك؟ اوكي هات لنا الهدف يا سمير لو سمحت كابتن عادل.
بعد اذنك يا سمر. اتفضل يا كابتن. احنا اتكلمنا على رجل اللعيبه. بس لما تيجي ويقف هات لنا اقف كده سمير وهتهنى عشان خيال من هنا الزاويه دي كويسه. شوف ظل الكره يا كابتن اسلام. ظل الكره؟ دي جوه الجول. شوف ظل الكره جوه الجول. باين. ده ايه ده؟ صح؟ عارف لو الكره بره الظل على الاقل هيبقى على الخط، لكن بص انت ظل الكره فين يا كابتن اسلام؟ ده مش جوه الجول، ده جوه بمتر. انت فاهم؟ علشان يبقى جوه بمتر يا كابتن اسلام لو انت حبيت الظل بيبعد عن مكانه حوالي يجي يعني سنتي او 3 4 او 5 سنتي. تمام؟ لو هي بره على الخط مش هتبقى جوه قوي كده. ده ظل رجليه عادل. ظل رجليه والكوره كمان. والكوره كمان. والكوره. لو ظل رجليه جوه يبقى الكوره يبقى ظل الكوره. طبعا لانه لو هو على الخط هتبقى اقرب شويه، ممكن تبقى بعد الخط بحاجه بسيطه. لكن انت بص بعد الخط بقد ايه؟ دي حاجة. الحاجة التانية بص الاتنين اللعيبة اللي واقفين بره على الخط على الخط هناك دول المفروض واقفين صادين على زمان. اوكي؟ كلام جميل. المفترض لما يلاقي ده يعمل ايه هو؟ هو بعيد عن الكرة خمسة لازم يبعد شوية علشان يعمل يفتح لنفسه رؤية زي اللعيب اللي بيمرن للعيب. يعني هو ده اللاين مان ما شافش الكرة من الاتنين اللي واقفين. هو سلم ليهم ما تيجي كده شوية عشان يروحش برضو الخط عادي. انت عارف يا كابتن انت عارف يا كابتن برضو ان انا دلوقتي يعني انا قريت البروتوكول بتاع الفار خلاص اللي مكتوب يعني مكتوب كده ان الحكم لازم يجب عليه ان هو يرجع للفي ار لتقنيه الفي ار في حاله عدم احتساب هدف او في حاله شكه في احتساب هدف او لا. مراجعه اللعبه طبعا يجب عليه. يعني ايه يجب عليه؟ يعني لازم هو اللي يروح يشوف مش يستنى حكم الفي ار يقول له رايه. طبعا المفروض يستنى حكم الفار يقول له رايه وبعد كده يروح يشوف. يجب عليه. هو المفروض يا كابتن لو شك يعني خلينا نتكلم على الفكره اللي عملناها. لا يعني احنا كده انا مخالف للبروتوكول بتاع الفار. طبعا انا كحكم مخالف. المفروض اللي انا قريته ان لازم تروح تشوف الفار. بالظبط. لازم يجب عليك ان انت تروح تشوفه مش حاجه اختياريه يعني. لازم تروح. طب ما تيجي نوصف الاثنين شخصيتهم ايه؟ حكم الفار والحكم بتاع الملعب. الاثنين ليه اتخذ قرار ان الملعب يلعب؟ مش عارف اقول لك من وجهه نظري. انه ممكن يقول لابراهيم تعالى شوف عشان يتحمل المسؤوليه. ابراهيم قال له لا مش تحمل المسؤوليه، ممكن انت اللي تحمل المسؤوليه. لا هي دي فيها تحمل المسؤوليه. لا انا عارف دي، انا عارفهم. انت في حكام لما بيطلعوا للفار. انا بختلف معاك بقى يا كابتن معلش. اقول لك ليه؟ كابتن ابراهيم لا بالعكس يقول له طب انا هروح اشوف. لقطه هروح اشوف. لقطه وهروح اشوف. اصل الفار دلوقتي يا كابتن بيدبسوا بعض. ما انا بكلمك بمنتهى الامانه. انت تعرف حاجه مش يعني ده في حكام بيقوم خارجين بيقول لك بيلبسني عشان القرار يبقى من الحكم مش من الفار نفسه. لا بس ده هنا مفيش تلبيس يا كابتن. هنا اللي اتقرا دلوقتي اللي انا قريته ايه؟ ان يجب على الحكم لازم يروح. يجب على الحكم ان هو يراجع الفار بنفسه. مش مكتوب بناء لكن يجب على الحكم مراجعه الفي ار في حاله شكه في احتساب هدف او لا. وخد بالك اسلام اللعيبه قالت له يا عادل لو تلاحظ لعيبه النادي الاهلي وهي بتكلمه تقول له يا كابتن طب شوف الفار. طب ارجع للفار. انا قصدي ده طبيعي. انا قصدي كنت بتكلم في الموضوع ده ايه يا كابتن. في حكام لما بيحصل هو انت بتستدعي الحكم يتفرج على الكوره فين؟ في الحاجات اللي هي فيها البنالتي. اما الحاجات الزمان والمكان والحاجات دي والوقفه ودي من بره دي من جوه الحاجات دي ممكن هو اللي بيديله القرار الفار. لكن البنالتي زي النهارده مثلا البنالتي اللي جه في المقص مع البنك الاهلي لسه جاي الحكم حصل ايه؟ الكره مشيت فالحكم اتحسب عليه الكره كان فادي فريد انفراد لعيب المقص ضربه من ورا الكره مشيت وتعدى المباراه واللعبه اتلعبت الفار نادى للحكم خرج جري الحكم شاف اللعبه رجع الحكم ادى بنالتي. تمام. اللي انا بقوله لك بقى يا كابتن اسلام ودي مهمه ان ابراهيم والفار
قرروا الاثنين من وجهه نظري انه يلعبوا ممكن يكون عدم تحمل المسؤوليه. عاوز اخلص هو اللعبه تقريباً بسرعه تقريباً. لان لو توقفت بص يا كابتن اسلام انا بكلمك بمنتهى الامانه اتفضل. لو حضرتك قلت كلمه مهمه جدا ظل الكوره جوه بفضل. لو وقفوا يبحثوها في الفار هتتحسب جول. طب ما تتحسب؟ لا ما كانش موجود انها تتحسب خلاص. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه احنا ما يعني لا طبعا بصدق. في النهايه طبعا اتفضل احنا صادقين في كلامنا. لو رجعت الكوره يا ابراهيم ورحت شفتها في الفار وخدت وقتك كنت هتحسبها بهدف لان واضحه وقلنا اهو الظل اللي كان بتاع الكوره وشفنا ان هي جول باختلافي مع كل الحكام اللي طلعوا قال لك 3 دي لا مفيش غير واحد او اثنين بس قال لك لا ده اولا الناس اللي تعرفوا الحاله اللي زي دي بره بتتحسب نهينها بايه بالساعه بتاعه الحكم لا دي قصه ثانيه بتديله يعني ارام يقول له اوكي خلاص الكره عدت فالحكم بيصفر من غير ما يرجع لحد لان دي تقنيه معموله احنا دي مش عندنا انت المفروض بتعمل ايه. طب انا عايز اقول لك حاجه انا شفت التقنيه اللي بيتكلموا عليها لقيت ان العارضه الخط اكبر من العرض. كابتن حضرتك نهيت الموضوع بموضوع الظل ده واضحه جدا دي من جوه يعني معلومة دي نهايه الموضوع يعني. وخلي بال حضرتك برضو معرفش هل ده يكون بقى بمناسبه ان ده عايز يمشي رايه على ده او حاجه. كابتن ابراهيم نور الدين زي ما حضرتك عارف هو حكم دولي. كابتن محمود بسيوني حكم مش دولي وبالتالي هو كابتن ابراهيم مثلا خاف ايه ان كابتن محمود بسيوني مثلا معرفش انا بفكر معاك لا هم بيقولوا كده بفكر معاك ان الحكم دولي احيانا بيقول لك ده بسيوني انت فاهم احيانا بيقول لك بيقول لك ايه حكم مش دولي بيمشي رايه على بالظبط لا واحيانا انا بسمع انت بتسمع يعني بيقول لك ده عاوز يدبسني عايز يشيني انت فاهم انا بكلمك بمنتهى الامانه الفار اتعمل بصراحه مش عارف بص يا كابتن الفار اتعمل لحاجه مهمه جدا انك انت بتعمل عداله ما بين الفرق انا بعمل لك دعوه يا كابتن اسلام دلوقتي راجع كل مباريات الاهلي اوكي لو لقيت النسبه في اعاده في كل حاجه جابها النادي الاهلي من اهداف لو ما اتعادتش كلها في الفار او يكاد يكون هيطلع ناس يقول لك لا ما هو الجول لازم يتعاد في الفار يتعاد من غير ما الحكم يشوف لكن الفار هو اللي بيعيده بسرعه لكن كل هدف تلاقي اتفرج على جوان الاهلي كلها تلاقي الحكم واقف في السنتر لسه هيصفر انا بالنسبه لي برضو الموضوع يا كابتن ماهر مش اكتر من ان احنا بنحاول لا نبرر للمره المليون لا مفيش تبرير احنا طبعا. احنا بانفسنا ومدير الكره في النادي الاهلي طلع قال هذا الكلام بنفسه قال لك احنا في الاخر احنا بنكلم نفسنا وبنعاتب نفسنا ان احنا ضيعنا نقاط يعني مباراة البنك الاهلي مباراة البيراميدز والاسماعيلي انت كنت كسبان ففي النهاية مباراة سموحة لا احنا سموحة. احنا مدانين احنا اللعيبة بص يا كابتن اسلام خلينا نتكلم جهاز فني واداري ولا لا كل اقول لك حاجة ممكن خسارة زي دي تعديلك 5 6 7 8 سنين لازم نعرف حاجة ولسه مهمة. انا برضو ما زلت مصمم على ان هناك 30% ما اعرفش انا بقول كده انا لا انا مش بتكلم على خسارة الدوري بس اللي انت شايفه ده اوكي انا بتكلم على الموقف الموقف ده بيقول لك حاجة مهمة قوي علشان برضو لازم نبقى واقعيين تمام الفرقة طول الوقت لازم بتتجدد انت ممكن تجدد مجموعة كاملة وممكن تجدد انصاف لعيبة وممكن تجدد طول ما انت بتكسب بس فالتغيير بيبقى قليل فممكن يجي لك موقف صعب يعدلك لمده 10 سنين وتبقى ايجابيه واحنا كاداره انا بتكلم مع كاداره النادي الاهلي اللي انا شفتها طول عمر انا دائما بقول لان انا بفرض من ابناء النادي يعني او مشجع للنادي الاهلي في الوقت الحالي بس انا بقول لك ان دائما بيبقى عندنا فكر اللي هو ايه ولا بنفرح قوي ولا بنزعل قوي أيوة. ما بنجرش ورا الناس اصل خلي بالك الجمهور النادي الاهلي ده رقم واحد في كل حاجه طبعا علشان الجمهور بتاع النادي الاهلي لازم يعرفوا ان الاداره بتشتغل عشانهم والفرقه بتشتغل عشانهم طبعا فهم هيبقوا هاديين ممكن انت تكون متنرفز دلوقتي لكن هم لو اتنرفزوا زيك ممكن يأدوا اداء مش كويس هو ايه البطل
انه يقع ويقوم بسرعه. مظبوط. بس انا سعيد جدا ان احنا عاملين في نفسنا كده. ده احنا من 7 شهور واخدين 2 افريقيا. ده في انديه لو خدت دوري ده هتبهدل الدنيا. النادي الاهلي يا كابتن 10 بطوله افريقيا اللي بعده مازيمبي والزمالك 5 بطولات افريقيه، وبالتالي انت ضعف اي حد في البطولات الافريقيه في الدوري. لا وزعلان انت بقى دلوقتي انك طبعا. ممكن وحزين واحنا حزنانين. هو ده النادي الاهلي. علشان كده انا سعيد جدا باللي انا شايفه. الناس الجمهور لازم يعرفوا احنا 7 شهور يا كابتن اسلام واخدين 2 كاس افريقيا. صح. انت في 7 شهور تالت عالم. احنا كنا بنحسبها امبارح وقلناها يعني للناس خلال الحلقه اللي فاتت في البيت الكبير. قلنا ايه؟ ان احنا كل شهرين بناخد بطوله، من شهر اغسطس اللي فات لغايه دلوقتي كل شهرين بتاخد بطوله. اغسطس خدته، وبعد كده ديسمبر خدته، نوفمبر قصدي خدته، وبعد كده شهر فبراير تالت العالم، وبعد كده وعاوزين الدوري ده كمان الى الان. يعني طبعا انا الى الان عايز الدوري. ومازلنا اسلام يعني خد بالك، يعني انا عايز اقول لك انا عارف المجلس اداره بيجتمع، لجنه التخطيط بتجتمع مع طبعا بصراحه يعني طبعا الناس واخدينها باحترافيه بشكل كبير جدا. عايز اقول لك ان احنا كمان حاطين بلال للفتره اللي جايه واللي بعد اللي جايه، ودي مثل النادي الاهلي. خلي بال حضراتكم الكلام اللي بيقوله الكابتن ماهر ده هو ما عندوش معلومه الكابتن ماهر، ولكن هو عارف النظام جوه النادي الاهلي طول عمره من هو مثلا 8 9 سنين عارف النظام في النادي الاهلي ماشي ازاي. انا بس يعني مش مباراه او اخفاق بطوله او مباراه تعادل او هدف اتحسب او ما اتحسبش، لا احنا اكبر من كده. يعني مجلس الاداره ولجنه التخطيط كابتن محمود الخطيب ما شاء الله يعني عندهم بلان وعندهم رؤيه يعادل للفتره اللي جايه، ونجحوا نجاح عظيم بالظبط كده. والصفقات اللي هتيجي والتخطيط اللي جاي والبطولات الافريقيه والبطولات المحليه وكاس مصر والسوبر، دي ميزه النادي الاهلي ان هو نادي القرن، نادي البطولات، اكبر نادي في افريقيا، اكبر نادي في الشرق الاوسط، اكبر نادي في العالم العربي. طيب لما تضيع بطوله الدنيا لو ضاع يعني انا بقول انا بقول مثلا يعني هو طيب. هو هي التجارب بتقول انك انت تلعب لاخر لحظه هو ده النادي الاهلي. بس انا مش بتكلم والله يا كابتن اسلام، انا ما بتكلمش على بطوله. انت فرحان بالحاله اللي انا فرحان بالحاله دي. يعني انا في سنه خدت 6 بطولات اقل من سنه. لا وايه الفرحه بتاعتي الاعلى؟ ان الناس زعلانه. ايوه ما انا بقول لك الحاله بالظبط، زعلانه ان ما راحش الدوري. ده في ناس على التعادل، ده في ناس بيفرحوا ببطوله 27 سنه بيقعدوا فرحه كل سنه يعملوا عيد ميلاد البطوله، عيد ميلاد البطوله، عيد ميلاد البطوله. انت تخلص البطوله بتودع المتحف وبتشتغل على الثانيه. ليه؟ لانك لو وقفت على دي مش هتجيب الثانيه، مش هتجيب الثانيه ولا هتجيب الثالثه ولا هتجيب الرابعه ولا يعني اتعشت ولا بتاع. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع نجمين الكبيرين كابتن ماهر همام وكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر اخيرا لو حضرتك عايز تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي وللعيبه النادي الاهلي ولجهازه الفني. يعني انا قلت في البدايه ما اعرفش هل ده يتوافق ولا لا، ولكن انا قلت في البدايه ان يجب ان يكون هناك تكريم لهؤلاء اللاعبين للجهاز الفني. ما اعرفش طبعا راي حضراتكم ايه في هذا الموضوع. الجهاز الفني يستحق التكريم، الجهاز الاداري الطبي، المجموعه كلها الحقيقه يا كابتن ماهر. زي ما قلت اسلام المجموعه كلها بصراحه يعني اشتغلت على قلب رجل واحد. انا اسف جدا على الرغم من الاخطاء بالظبط لكن اجهاد عدم وجود عداله تحكيميه وبالتالي يؤثر وبشكل بالزبط. بشكل او باخر يعني طبعا واحنا مش عايزين نحمل على اولادنا، لان اولادنا دول يعني فعلا شقيوا وتعبوا بشكل كبير جدا. في اوقات احنا بنعاتب عتاب يعني عتاب اب لاولاده يعني طبعا لكن طبعا احنا بنحييهم بصراحه تحيه خاصه على الاداء والروح. عايز اقول لك اسلام يعني لعيب يرجع يعادل من كورونا ويرجع يبقى موجود في التشكيله، ايه ده؟ انت عارف الانتيبيوتيك اللي بياخده والبتاع والحاجات دي عايز لها واحد عنده فرح امبارح رجع لها 12 يوم على الاقل. واحد زي حمدي فتحي فرح ويعني ويرجع تاني يوم للمباراه وللتدريب. لا في حاجات بصراحه اللعبة دي بتعملها نتاج ان هي حاسه ان هي موجوده في مؤسسه رياضيه على اعلى مستوى، حاسه ان المؤسسه دي عامله لهم نجوميه وعامله لهم حاله وعامله لهم انجازات وبطولات غير عاديه. وبناء عليه
هما فعلا بيضحوا بشكل كبير جدا، الجهاز الفني نفس الكلام، الجهاز الاداري الطبي، كابتن محمود الخطيب ومساندته. عايز اقول لك اسلام، رئيس نادي موجود مدي روح للعيبه في كل مباراه، في السفريات اول واحد موجود في التدريب، او يعني واضح ان في حاله كبيره جدا بتتعمل بشكل كبير. جمهور النادي الاهلي العظيم ده مثقف وعنده وعي بشكل كبير جدا، ولا يهمه كل الكلام ده ورا ظهره. جمهور النادي الاهلي عارف ان هو بيشارك مع اللعيبه العظام دول في هذه البطولات، وعنده وعي وعنده ثقافه وعنده فكر بشكل كبير ان النادي الاهلي الحاجات ديت بتديله دافع اكتر، بتديله قوه اكتر، بتديله استمرار اكتر في البطولات. وهو طول عمر اللعيبه والنادي والجهاز الفني يعني بيفرحوا جمهور النادي الاهلي بالانجازات اللي بيعملوها، في نفس الوقت جمهور النادي الاهلي هو المساند الاكبر اللي ورا اللعيبه دي. بطلب منه الفتره دي ان هو على السوشيال ميديا يبدا يحفز اللعيبه ويبدا يشجعهم ويبدا يقول لهم ان انا موجود في ظهركم. وهو ده النادي الاهلي اللي عمل هؤلاء اللعيبه، وده الجمهور اللي عملنا وعمل نجوميتنا. فتحيه لجمهور النادي الاهلي، وبنقول له ان شاء الله احنا البطولات ما زالت في الملعب، والثلاث مباريات اللي جايين دول ان شاء الله باذن الله اللعيبه هتأدي فيهم زي ما عادل قال 3 بونت، ولسه عندنا بطولات ان شاء الله باذن الله نبدا نفكر فيها. بطوله الدوري ما زالت في الملعب، الكاس موجود، السوبر موجود، ان شاء الله بدايه افريقيا هتكون بدايه جديده بالنسبه لنا. كابتن عادل، يعني خلينا نتكلم باحترافيه بقى شويه. طبعا النادي الاهلي هيتعامل مع الموقف المعامله بتاعت كل سنه اكيد. أيوة. يعني انا بكلمك على قراءتي للنادي الاهلي يعني، وعلى اداره النادي الاهلي قراءتي اليوم على مدار السنين، لان احنا سيستم محترم طول عمره بيشتغل باحترافيه. اكيد هيشوفوا الايجابيات اللي هي بتاعت السنه كلها، وهيشوفوا السلبيات بتاعت السنه كلها. هيبقى في تغييرات اكيد زي كل سنه، وتدعيمات زي كل ده سنه، ده طبيعي. وهيبقى في تكريم للي عمل واللي اشتغل كويس، وفي برضو جزاء للي اخطا واللي عمل كده. ده هي دي الاحتراف. ولكن دي ده انا بقول لك اكلمك عن النادي، لكن وجهه نظري انا سعيد جدا بالمجموعه اللي موجوده، سعيد جدا بالانجازات اللي موجوده، لان بطولتين قاريه ادي حاجه كبيره قوي، ولعبت كاس عالم للانديه وهتلعب كاس عالم للانديه ماديا ومعنويا واسما، دي حاجه كبيره قوي. هارد لك لو كنت اتعادلت في مباراه الدوري، لو قدر الله خلق يعني الدوري ما خدتش الدوري عفوا، ما فيش مشكله. بس هي المشكله الكبيره انك لازم تتعلم، انك انت لازم تمسح دموعك، او يعني عاوز اقولها مش عارف اقولها لك ازاي، انت لازم تبقى قوي جدا علشان اللي يشدك ها ما يشدكش لتحت قوي. بمعنى دي من وجهه نظري طول عمرنا بنشتغل فيها، طول عمرنا بنضرب على مدنا عشان نجيب نخله، انت أيوه. فاهمني؟ أيوه. اللي هو ده المثل اللي بيتقال، علشان احنا بنعلى قوي 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 علشان اللي يجرجرك ما يقدرش يجيبك للارض، ما يقدرش يجيبك تحت. علشان كده احنا اخطانا اكتر من مباراه، اخطانا فيها اللعيبه ما كانش عندها الروح اللي هي الكامله في الفتره دي، وده غلط لازم يتعلموا منه. احنا بنتكلم بقى في سلبياتنا، ويتعلموا ان النادي الاهلي ما بيفرحش ببطوله. عشان كده انا بقول لك الشكل بتاعنا واحنا واخدين كاس افريقيا، وبعدين واخدين كاس افريقيا وشكلك عادي. لا احنا اساسا ما لحقناش، يعني يمكن احنا احتفلنا يوم او يومين بالكتير، ما لحقناش نحتفل باللاعبين. انا كنت بقول هنا يا كابتن اسلام كلمه دايما كنت بقول ايه، زمانهم دلوقتي احنا واخدين على كده من طبعا زمان طبعا. وانت موجود، انت من اكتر ناس قاد بطولات برضو مع مانويل جوزيه. كنت اول ما بتدخلوا اول ما بتاخدوا البطوله اللي بيحصل شكرا ارمي متحف على المتحف، ويلا نتكلم على دولاب ايه؟ دولاب البطوله، على الدولاب يعني ممكن اكبر مشهد بتاع الشناوي في اوضه اللبس، صح. الناس لسه يعني لسه واخدين البطوله، الراجل خرج الصحفيين كابتن الفرقه بص وقال لهم يا جماعه طبعا بفكر في اللي جاي طبعا. هو ده النادي الاهلي، ولازم نفكر في اللي جاي. عشان كده في الاخر يا كابتن اسلام اتفضل يا كابتن، احنا بنشكر المنظومه كلها طبعا على الفرحه اللي فرحانا كتير قوي، وهم برضو هيعالجوا مواقفهم
في الحاجات السلبيه وان شاء الله هتتعدل ان شاء الله. ده دايما النادي الاهلي. انا بشكرك كابتن ماهر على وجودك معانا، وكنت سعيد جدا وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر. شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شرف لينا ان حضرتك تكون معانا. شرفتنا ونورتنا. انا سعيد وانا معاك على طول. شكرا جزيلا للكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن ماهر همام. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، نجوم كبيره جدا ولهم صولات وجولات داخل النادي الاهلي، قالوا لحضراتكم ايه اللي بيحصل في مثل هذه المواقف مرت عليهم على فترات طويله جدا جدا. في النهاية أخطأنا إحنا قادرين عليها، ولكن أخطاء الغير يجب أن يتم علاجها خلال الفترة القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.